بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الى الذين يتصورون ان رؤوس الدبابيس هي رماح قد تنال من صدور الاهلي، راجعوا كلامكم، لان المشي على خيط الموضوعيه قد يعرضك للسقوط اذا لم تنتبه. ابراهيم، مساء الخير يا باشمهندس، مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. انا ما كنتش عارف المقدمه الشعريه اللي المهندس عدلي بادئ بيها ديت، رؤوس الدبابيس ورؤوس الحرب. طبعا كل يوم والتاني قال متهيئ لهم الكلام الصغير اللي بيتقال ده قد ينال من حقيقه من حقائق النادي الاهلي، او قد ينال من العاملين في النادي الاهلي، او قد ينال من شكل وصوره النادي الاهلي وانتصاراته المتتاليه وجدارته او علاقاته ببعضيه. الحقيقه الموضوع باخ وزاد، ولابد ان تكون هناك وقفه، مش مع الاشخاص بقى ولا حتى في التفاصيل، وقفه في الخطوط العامه. الخطوط العامه يا استاذ ابراهيم، ما ينفعش ان احنا نعيش هذه الاجواء، اجواء الابتزاز الاعلامي. اذا كنت انت مش راضي عن تصرف مني، طب انا هوريك بقى، والتاني يقول لك نفس القضيه التي يتناولها عن النادي الاهلي بشكل فيه الحاح وتوقيع يمر بها مرور الكرام بالنسبه لغيره. يعني مثلا ملف التجديد لاحمد فتحي وعبد الله السعيد، ها، تجد احد مقدمي البرامج ما واخده وحقهم، وياما ضحوا وياما ادوا وياما عملوا وحجمهم، وبعدين في نفس الجمله يقول لك ايه، بينما ها ينتظر الشناوي وطارق حامد التجديد. خلصت كده. يعني فين الموضوعيه؟ فين الموضوعيه؟ فين انك انت لما يعني احنا هنا بنحاول ان احنا نتوخى الحذر، ان احنا ما نقعش في فخ الشخصنه، وانت كويس انك عامل فقر عن هذا الموضوع. فانا عايز اقول لهم يا جماعه، اوعوا تفتكروا ده هينال من النادي الاهلي. ده النادي الاهلي النهارده وراه جماهير واعيه، وراه دنيا بتتابعه، والحقيقه واضحه على لسان المنافسين مش على لسان المؤيدين. فارجوكم ان نكف عن هذه المحاولات وندع قافله الرياضه تسير في اتجاه سليم شويه. ارجو هذا، كما نرجو ان حضراتكم تستمتعوا بموضوع الحلقه، العنوان العريض الشخصنة والنفسنة والخيط الرفيع. ده مضمون الحلقة أو فلسفة الحلقة كلها. لكن خلينا نقول لكم أبرز الأخبار السريعة. الأهلي بيتمسك بأداء مبارياته الأفريقية في استاد القاهرة وبحضور جماهير. بتعرفين أنه كانت الجهات الأمنية وافقت على من السنة الماضية الحقيقة على مشاركة أو حضور الجماهير في المشاركات الأفريقية للأندية المصرية، وكانت السنة دي وافقت للأهلي على أنه يكون ملعبه هو استاد القاهرة. لكن ما يتعلق بالحضور الجماهيري في الاستاد، المسألة فيها بعض الاعتبارات المرورية حتى الآن. فالأهلي بيتمنى الحصول على موافقة الجهات الأمنية أنه يلعب في استاد القاهرة وبحضور جماهير. وأنا أعتقد ناس كتيرة اتكلمت على أنه ده لو تم هيكون فعلا خطوة مهمة جدا وإيجابية في طريق عودة الجماهير للمدرجات، خاصة بعد ما شفنا المباريات الأفريقية السنة الماضية في حضور جماهير كبير. صحيح كان في برج العرب، لكن حتى مع شيء من التنظيم أعتقد إقامة المباريات في استاد القاهرة بحضور جماهير في المباريات الأفريقية باشمهندس ممكن يبقى، يعني هي خطوة تمشيك ناحية الحياة الطبيعية شوية. أيوة، أنا الأوان نتمنى بإذن الله. طيب، واليوم السابع قالوا أن رسميا استاد القاهرة هيستضيف مباراة الأهلي ومنانا الجابوني ب 5000 مشجع فقط. وقالت انه ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره قال انه تلقى هذه الموافقه على اقامه المباراه يوم 6 مارس بحضور الجماهير بشرط يكون 5000 متفرج فقط. طبعا هتستمر المفاوضات في الفتره اللي جايه لمحاوله الحصول على موافقه على زياده العدد عن كده شويه. الامل كان عرض اقامه المباراه باستاد السلام او الدفاع الجوي مقابل رفع العدد ل 30,000 مشجع، والاهلي فضل اللعب في استاد القاهره مقابل 5000 مشجع. وطبعا هتكون في مفاوضات لمحاوله زياده العدد شويه، لكنه الاهلي كمان طلب تعديل موعد هذه المباراه. الاهلي هيبدا ضربه الحلم الكبير وضربه البدايه لمشوار التاهل باذن الله تعالى
لبطولة العالم من خلال بإذن الله السعي للفوز بدوري أبطال أفريقيا، هتكون ضربة البداية مع مونانا الجابوني. وبالمناسبة ده النادي بتاع ملك إيفونا، إيفونا لاعب الأهلي السابق اللي انتقل مونانا ده ناديه الأصلي. فبالتالي الأهلي المباراة هتقام يوم 7 مارس، كان محدد ليها 6 مارس، الأهلي طلب تحريكها يوم 1 تبقى 7 مارس علشان يوم 6 مارس في افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأنسات اللي هينظمها النادي الأهلي من 4 إلى 16 مارس. وليد أزارو مهاجم الفريق وهدافه النهارده خرج من المران الجماعي واكتفى بالجري حوالين الملعب. ظهر في التدريبات يمكن بحالة من الإجهاد شوية، فالجهاز الفني فضل إنه يريحه أو يكتفي ليه ببعض التدريبات الخفيفة في الجري حول الملعب. والدكتور خالد محمود طبيب الفريق أكد من جانبه إنه بالنسبة لعودة عبد الله السعيد وباسم علي المفترض يشاركوا بكرة إن شاء الله في التدريبات الجماعية. عبد الله السعيد كان عنده شكوى من العضلة الخلفية، وباسم علي يا باشمهندس كان بيشكو من العضلة الأمامية، الاثنين نفذوا برنامج تأهيلي. عنده دور برد جامد برضه، جامد قوي. يعني ربنا يشفي كل لعيبتنا بسرعة ويرجعوا لنا، محتاجين لهم في هذا التوقيت تماما. يعني الكابتن حسام البدري استلم بقى بعض السيديهات الخاصة بفريق مونانا الجابوني، كان الكابتن سيد معوض اهتم بتجهيز هذه المسألة وحضور مباراة مونانا الجابوني والفريق البوركيني وتقديم سي دي خاص للكابتن حسام البدري عن الفريق الجابوني. يمكن دي لقطات من فريق مونانا الجابوني مع بطل بوركينا فاسو في مباراة الدور التمهيدي اللي انتهت بتأهل الفريق الجابوني لمواجهة الأهلي. هو كان مباراة الذهاب خلصت كام؟ 1-0 خسر في ملعبه، وكسب خسر بره الملعب 1-0 وفاز في ملعبه. الترجيح. طيب دي لقطات من المباراة. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في ترتيبات مبكرة لهذه الرحلة، يمكن ماتش العودة هيكون أحد أيام 16 و17 و18 مارس إن شاء الله. كابتن سيد بيعمل اتصالات مع السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون للاتفاق على كل ترتيبات إقامة بعثة النادي الأهلي لدى سفرها إن شاء الله إلى الجابون. وأكد الكابتن سيد إنه السفير طمأنه تماما على إجراءات أو على كل الترتيبات وتوفر كل فرص الإقامة وملاعب التدريب وتأمين تنقل البعثة في الجابون إن شاء الله. الخبر الجاي ده خبر يعني يحمل مؤشرات طيبة. رامي ربيعة خد حقنة بلازما للمرة الثانية، لكن مؤشرات التقدم في العلاج واضح ان في مؤشرات طيبة بإذن الله، لأن التمزق في العضلة الضمة كان تمزق كبير أبعده عن الفريق المدة الماضية، ونرجو ألا تطول مدة إصابته ويرجع بالسلامة بإذن الله. كابتن أحمد أيوب المدرب العام للأهلي نفى خالص التفكير الجهاز الفني في الفترة الحالية في المباراتين ثلاثة اللي جايين لإراحة اللعيبة الدوليين، وقال لا بالعكس احنا اللعيبة الأهلي هيخوض هذه المباريات باللعيبة الأساسية أو بالقوة الأساسية الكاملة بتاعته، وأشار إلى أنه لو إدينا فرصة دلوقتي للعيبة الأساسيين عشان يريحوا فترة كافية ده هيأثر على الحالة البدنية ليهم مؤكد. في مباراة 7 مارس فضيق مؤكد. الوقت خلى الأهلي كابتن حسام البدري هيكون حريص على تدوير الفرصة ومحاولة توزيع الجهد المطلوب على أكبر عدد من اللعيبة لتجنيبهم الإرهاق، لكنه مش هيقدر يريح حد راحة سلبية في هذا التوقيت وقبل خوض المباراة الأفريقية. نخلص إن شاء الله من حسم الدوري ثم بإذن الله من ضربة البداية الأفريقية، بعدها أعتقد يتم التعامل مع القوى الأساسية المجهدة بشيء من الإراحة شوية. أيمن أشرف بقى الذي يحظى باهتمام سواء من كابتن حسام البدري أو من هيلتون كوبر في الجهاز الفني، نظر المستوى الطيب الذي يقدمه في مركزه الجديد المساك. وأنا أرى أن أيمن أشرف أصبح يعني أحد اللاعبين الهامين اللي يحتاجه منتخب مصر، لأنه قد يكون أحد الحلول
في مركزين يعني يعاني باك ليفت ويلعب سيرفي باك. يعني المنتخب يعاني من مركز الباك ليفت. فاعتقد ان وجود ايمن اشرف اصبح لو ربنا وقاه الاصابه فضل على المستوى الجيد بتاعه ده وتركيزه اصبح وجوده يعني مهم جدا. قال ايمن اشرف انه ما حدش يقدر دلوقتي يقول ان الدوري اتحسم، لا الدوري لسه في الملعب، ووقت ما هيكون عدد فرق النقاط اللي لينا ازيد من النقاط اللي باقيه ساعتها نقدر نحتفل ونقدر نستريح شويه. كلام موضوعي. وانت بقى مدير التعاقدات والتسويق، الجهاز الفني عنده دعوه لمعسكر في مارس، انت عارف في شهر مارس اللي جاي المنتخب هيكون عنده 3 مباريات وديه في البرتغال واليونان وسويسرا. فبالتالي خلال هذا الشهر الاهلي عنده دعوه لاقامه معسكر لمده اسبوع في دبي ويلعب خلاله مباراتين. ولسه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول هو كمان عنده دعوه لاقامه مباراه واحده منه في نادي الفجيره اليوبيل الذهبي 50 سنه واحد الامارات يعني الفجيره يعني لو انتهز النادي الاهلي الفرصه ولعب هذه المباراه هناك هيبقى ضرب اكتر من عصفور بحجر. طيب ما دمت انت صفقات بقى وتعاقدات خد ده بقى. فتحي بيتمسك بالمساواه بالسعيد في الاهلي وبيطلب 14 مليون جنيه ده على مسؤوليه الوطن. طب خلاص على مسؤوليه الوطن هنقول فيها ايه؟ واظن عيب قوي ان واحد يقول انا عايز فلان يعني. ما اظنش ان ده حصل يعني. وما اظنش ان الرقم ال 14 مليون جنيه ده يعني هو رقم يعني حقيقي يعني. انما الكلام المهم يا جماعه برضو علشان الجمهور بيتابع حكايه التجديد لعبد الله واحمد فتحي باهتمام شديد. طبعا عبد الله وفتحي نجوم دوليين كبار جدا جدا، قوه اساسيه للمنتخب الوطني مش بس للنادي الاهلي. لكن في اعتبارات كتيره قوي، يعني عبد الله سعيد ممكن يكون عنده عرض من بره، احمد فتحي كانت جات له عروض من بره. فكره انه الاثنين او اي لاعب مهم في الفريق عقده يتاجل تجديده لغايه الشهور الاخيره مساله في حسابات المحترفين ما بتبقاش دقيقه قوي، يعني ربما كان من الافضل للحفاظ على استقرار الفريق وقوته يا باشمهندس كانت التجديدات دي تمت من السنه اللي فاتت. التاجيل لاخر وقت ربما هو ده اللي بيخلق هذه الصعوبات، بالذات اي لعيب في مرحلة متأخرة من عمره الكروي بيبقى عنده حسابات مالية كتيرة جدا، وفي نفس الوقت عنده إغراءات كتيرة قوي، عنده ضغوطات كتيرة قوي. الأهلي مؤكد إن عنده كل التقدير وكل الاهتمام وكل الحرص على استمرار 2 من أفضل نجومه عبد الله وفتحي، لكنه الأمر كله بيدرس بشيء من التروى يا باشمهندس. شوف أنا مش عايز أعلق على الموضوع ده. لأن أي كلمة هتتقال هتكون يعني ليها نترك الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ يعمل حتى نرى كيف تنتهي الامور، وبعد ان تنتهي الامور ممكن نعلق ونحلل ونقول امرنا. لكن اذا كان في اطار التحليل ممكن احلل، لكن اطار الراي لا مش هقول رايي. طب التحليل؟ التحليل ان عبد الله كابتن عبد الله السعيد نبتدي واحد واحد كده أصبح لاعبا بمذاق خاص يؤدي دور واضح سواء في المنتخب أو في النادي الأهلي، تغير أداؤه تماما 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 في السنوات الثلاث الأخيرة، أصبح أكثر نضجا أكثر تطورا أكثر تأثيرا يحدث الفارق. كل ده نتيجة إيه؟ أنه اتوجد في منظومة النادي الأهلي، والنادي الأهلي بقدر ما استفاد منه أضاف إليه. تمام، هذه نقطة يجب على الجميع أن يدركها. أنا بستفيد منك أنا بضيف إليك مؤكد، أنت يحدث لك تطور إذا المعادلة إذا كانت هتتحسب وإحنا واضعين الاعتبار النقاط دي يبقى ينبغي أن يكون لها تأثير. دي نقطة. النقطة الثانية إن كابتن أحمد فتحي لاعب مهم جدا جدا جدا، وهو لاعب مقاتل، لاعب يستطيع أن يعود بنفسه ويفرض نفسه على الساحة،
كلما يتصور بعض انحصرت عنه الأضواء يستطيع أن يستردها بمجهوده وقوته، وأيضا برصانة وأداء الأهلي الجماعي والإصرار على دعمه. وأعتقد أن الاثنين قد أضاف والاثنين قد استفاد من الوجود في النادي الأهلي. هذا هو تحليلي. طيب في حالة الغياب ممكن نقول أن لو غاب أحدهم أو كلاهما عن النادي الأهلي، لا هو غياب مؤثر بالتأكيد، لكن هل يستطيع الأهلي أن يعوض هذا الغياب؟ مؤكد، لأن هو غاب للإصابة كثيرا، غاب لأسباب أخرى كثيرا، والأهلي يمضي قدما زي ما بيقولوا. فإنما نتمنى وهم في قمة العطاء وقمة النضج إن هم يظل في منظومة الأهلي حفاظا على الميكانيزم، حفاظا على الانسجام، حفاظا على إن خلاص الفريق وجد النغمة بتاعته الجماعية ووجد يعني شخصيته أكد عليها، لأن اللي جاي مهم جدا، والوصول إلى كأس العالم للأندية أصبح هو التحدي الأكبر أمام الجهاز الفني والأمل الأكبر لجماهيره. تحليلي للموقف إن إذا بقي الأهلي وجماهيره هيكونوا في منتهى السعادة، وأحمد فتحي وعبد الله سعيد هيكون قد اتخذ قرارا سليما لهذه اللحظة للمستقبل. طب لنفرض إن الحسابات بقى كانت والإغراءات أقوى من إن هم يقاوموها، خلاص بارك الله ويستطيع الأهلي أن يعوض، وهم بقلبهم وعواطفهم لا يمكن مش هيتمنوا للأهلي الخير، ولا يمكن هيكون دي نقطة فارقة في علاقتهم بالنادي الأهلي. ده تحليلي للموقف. أما رأيي فيعني مش كل ما يبدو، يعني عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا لا أنا مش بقول الآية، أنا بقول المفهوم. ما تغلطنيش بقى. أنا عارفك شيك. ما تصلحليش دي عشان أنا مش بقول الآية، أنا مش حافظها. لكن عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما خطر فيه يعني في اللحظة دي نوع من الـ يعني انك ضحيت او بتاع، لكن يحمل لك كثير من الخير. هكذا الامر بالنسبه للنادي الاهلي. مش عايزين ننزعج ومش عايزين نضغط عليهم كمان. انت عارف ليه انا سالتك التفسير؟ امبارح ركبت مع سواق تاكسي، اولا بيسلم عليك زي اي حد لما يشوفك او يشوفني يعتقد ان احنا مربوطين بسلسله. قال لي هو فين باشمهندس؟ قلت له كويس. قال لي مش حرام، اولا يعني بعد كلمتين ثلاثه ادركت انه زملكاوي. قال لي بس على فكره انا كنت بلعب في الاهلي. قلت له لا، كنت بتلعب في الاهلي وزملكاوي؟ قال لي لا، انا كنت في الجيل بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ. والكابتن ابراهيم عبد الصمد كان بيحبني جدا، وصعدني لفرقه الكابتن مصطفى يونس 14 سنه. وبعدين وانا في التمرين في التقسيمه واحد دخل فيا جامد عورني في رجلي، فانفعلت فشتمته بلفظ وحش. فالكابتن مصطفى خد قرار مشاني من النادي. وقال ده ما يصحش يحصل في الاهلي. قلت له قمت قالب بقيت زملكاوي. قال لي فبدا الكلام في حته عبد الله السعيد واحمد فتحي. ده مناسبه ان انا بقول لك. قال لي مش حرام تدفعه في صلاح محسن 38 مليون ولا 48، ما هو كل واحد بيضيف رقم براحته. 80 مليون في وما تدوش لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد ازاي ما يتساواش بصلاح محسن؟ قلت له طب هو صلاح محسن خد الكلام ده؟ قال لي دي النقطة اللي لازم الناس تعرفها بشكل خلاص كويس. احنا يعني يا ريت يقبل ان يتساوى. لا يا ريت يعني يقبل يبقى ضعفه. قلت له طب الاهلي لما جاب عبد الله السعيد بستة او سبعة مليون من الاسماعيلي كان بيجدد لابو تريكا وبركات، ما خدش ابو تريكا وبركات ساعتها 7 مليون جنيه وقت ما عبد الله جه. على فكرة 6 مليون جنيه زي ال 20 مليون جنيه النهارده. طبعا. انما قلت له ده بياخدها النادي بتاعه، اللاعب بياخد العقد بتاعه اللي مع النادي. قال لي يعني كام؟ قلت له زيه زي بقيه الناس او الفئه بتاعته. لكن فكره ان انت الاهلي جاب لاعب من نادي كذا فيعتقد الناس انه المقارنه، طب ما تدوا عبد الله السعيد زي ما اديت صلاح محسن. ما هو ده ما خدش زي ده. لا في وجهه نظر ثانيه يقول لك ما هو انت العيد ده عندك وهيجدد لك بدون ما تدفع فلوس لانه بتاعك. ما اوكي. طيب ما انا ليا عقده ساعه لما انا جبته. لا برضه بالاضافه لا
ضيف عليا اما اخلص. لا هو لازم يفهم ان انا دفعت ثمن انتقاله، الرعايه والانفاق خلال الفتره الماضيه دي، ما هدي تعادل اكثر بكثير من ان انا اكون اجيب لعيب جاهز. يعني انا ما انفقه على اللاعبين، صرفت عليه كتير، ما انفقه على اللاعبين لتطويرهم، ها صحيح، وتامينهم صحيح، وانهم يعيشوا عيشه كريمه، يفوق كثيرا من بدل الانتقال اللي بيدفع في انتقال لاعب جديد. ايوه واخد بالك؟ فهي لازم يعني هي حسبه. والنهارده نيمار، ها نيمار خرج من برشلونه، كله تصور ان برشلونه هيتاثر وهيقع، مش كده؟ ونيمار ما زال يؤدي كنيمار، لكن الاضواء حصلت عن نيمار وبرشلونه يزداد توهجا، لان المساله مساله كيان. ايوه اللعيب مهم جدا، مهم جدا، لكن الكيان ما لا يبنى على لاعب او اثنين. واعتقد ان لو عبد الله سعيد او احمد فتحي او حسام غالي او عماد متعب، كلهم الكباتن الكبار دول، اي واحد فيهم كان مسؤول هيشعر بقيمه هذا الكلام. صحيح، هيشعر بيه تماما، يعني سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر او في اي مكان اخر. فالحسبه ليها ابعاد كثيره، يعني ليها ابعاد كثيره، وليها نقطه كمان مضافه للكلام ده. ايوه كده انا موافق، خلاص انا بضيف لك. المضاف لده ايه؟ انه ما هو يا جماعه عبد الله سعيد واحمد فتحي ارتباطهم بالنادي الاهلي ونجاحهم مع المنتخب رفع اسهمهم، رفع اسهمهم للمستوى اللي خلاهم يستحقوا هذه القيمه، هذه القيمه المضافه الاهلي ساهم بقدر كبير جدا فيها، كفاءه الاثنين اللعيبه او اي اثنين لعيبه غيرهم قبل ما يجوا النادي الاهلي، لا لعيبه كويسين جدا، لعيبه مهمين جدا، لكن اضافوا للاهلي الكثير، والاهلي اضاف لهم الشيء العظيم بفضل كل الرعايه وكل الاهتمام اللي المهندس عدلي سرده دلوقتي. بس هل فعلا ده معناه انه عبد الله السعيد واحمد فتحي ممكن يبقوا بره النادي الاهلي؟ اه ممكن يبقوا بره النادي الاهلي، وممكن يكملوا في النادي الاهلي. على الجمهور انه يدرك حاجتين، في كل الاحوال الاهلي ما بيأثرش مع لعيب مخلص جدا في عطائه، واحمد فتحي وعبد الله من اللعيبه المخلصين بجد. بس حطوا في اعتباركم، وده نقطه لازم توضح للجمهور، مدير الكوره او الجهاز الفني او المهندس عدلي او مسؤول النادي اللي بيقرر حاجه زي كده بيدير فرقه كامله، بيدير فرقه كامله بالمعنى الحقيقي. يعني حسام عاشور جدد، شريف اكرامي جدد، وليد سليمان جدد، وفي غيرهم هيجدد. انا لما اوسع الفوارق الكبيره بين اللعيبه انا ما بحافظش على السيستم بتاع التيم نفسه، على نظام الفريق. اللعيب نفسه هيدفع ثمنها، زمايله هينفسنوا عليه، يعني بالزبط. مش فهو التقدير للاعب موجود، بس التقدير للفريق موجود. زي الاب اللي عنده 4 5 6 ولاد، مطلوب ان هو هينفق على ولد منهم بشكل كويس، بس لازم يبص لبقيه اخواته. يعني ممكن يوم يميز ده قوي، لا يمكن مصروف اللي في الجامعه يبقى زي مصروف اللي في ثانوي، ماشي بالظبط. لكن انا لو اعتبرت ان اللي في الجامعه ده ياخد كل الامكانيات او 70% من الامكانيات على حساب التانيين، و30% على الباقيين، مش سليم. لا يمكن ان تضار المؤسسات بهذا النحو. فليس بخلا من الاهلي على الاثنين لعيبه العظام دول اللي احنا بنفخر بيهم، بنتمنى ان يبقيا في النادي الاهلي طبعًا. ولكن هي الحزمه زي ما انت بتقولها كده، ان انا في الاول وفي الاخر، يعني حتى كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره لما هو عنده التجديد لعبد الله وفتحي ودائم الاعداد معاهم، بس ما هو اللي انجز كل الباقيين في التجديدات، هيعمل ايه لما يلبي اسهل حاجه يجي دلوقتي يقول له عبد الله انت عايز 20 مليون جنيه وافقنا لك على 20 مليون جنيه ويرفع توصيه لمدير او للجنه الكوره بالموافقه، طب وبعدين ماذا عن بقيه كده يبقى نجح؟ انا رايي كده يبقى فشل طبعا. ماذا عن بقيه اللعيبه اللي انت خلقت هذه الفجوه اللي بينهم؟ انت عندك فريق فيه 30 لاعب وما شاء الله 30 نجم، في فوارق في فوارق، بس ما تبقاش المساله لا في الفوارق الشاسعه. الاعتياد على الارقام دي اللي غير موضوعيه، انا 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 ما ابصش ان السعر بره ايه وعايز اخده هنا في مصر، لا يمكن ده يكون الاقتصاديات زي بره، لا ولا عملتي زي بره، وفين ده الكلام ده؟
وإلا الدوري المصري ده هيقفل بعد سنتين. صحيح. الدوري المصري يقفل بعد سنتين لو مشينا في هذا الاتجاه واستمرنا عليه يعني. أي. ما نفرحش يعني إن ده يعمل صفقة كبيرة والتاني شاطر وباع مش عارف إيه، لا دي مش اقتصاديات، ده تضخم. تضخم. أيوة. أيوة. النقطة الأخيرة المضافة لكلام المهندس عدلي. برضه دي بتاعته هو مش بتاعتي أنا. إن الأهلي ممكن ما يديش للعيب أعلى عار أعلى عقد. لكن يديله اعلى مكاسب. ليه؟ لانه في لائحه، والاهلي شيء كويس قوي وشيء محترم الحقيقه في علاقته مع لعيبته، ما حدش بيتكلم على الارقام، وكل الارقام اللي انتوا بتقروها واللي بتتابعوها ده لا الكلام لا لا. طبعا. مش طبيعي ومش صحيح ومش دقيق خالص. لكن المؤكد انه في لائحه مكافئات مجزيه جدا، المؤكد ان في لائحه بتحافظ للفريق على دوافع المكسب بالمباريات ومن ثم بالبطولات، المؤكد انه في نهاية السيزون الأهلي الأكثر فوزا بالمباريات، الأكثر حصولا على البطولات، لعبته الأعلى حصولا على المكافآت والحوافز. أنت بتكسب من إنتاجك. أيوة. يعني الحافز مرتبط بالإنتاج، والأهلي يقدم لك كلاعب متميز فريقا متميزا يساعدك على الفوز بالبطولات ومن ثم يضاعف من دخلك. أيوة بالظبط. إذا أنت ما بصيتش كمان لدي إن أنا بستفيد ان الفرقه كلها تبقى معايا وفي ظهري وكلهم نجوم، يبقى انا مش هكسب بطولات، ممكن ابقى نجم اوحد في فريق وما اكسبش بطولات، دخلي هيقل. ايوه. فانا اكسب من انتاجي. هذا هو الاهلي، اعلى دخل ولكن ليس اعلى عقد. عقد بس. فارجوكم ما تستمعوش لاي محاولات لتصدير معنى البخل على الاهلي، او ان الاهلي لا يكافئ لعيبته او مش مقدر نجومه. بالعكس، المساله في اعلى درجات التقدير والحرص على الاعلى، المقابل الاعلى، لانه في النهايه اللعيبه دي لعيبه محترفه ولعيبه بتعطي باخلاص ولعيبه مهمه جدا في الاهلي، مش بس عبد الله السعيد واحمد فتحي، كل لعيبه الاهلي لعيبه على درجه عاليه من الكفاءه. فتصدير فكره ان الاهلي بخيل على لعيبته او ان الاهلي مش عايز يجدد لده او لده، ده مش صحيح على الاطلاق. نتمنى ان شاء الله ان الامور تحسن بشكل كويس، تحقق الغرض للنادي الاهلي، تحافظ على استقرار الفريق، وده المهم جدا، لانه خلق الفوارق الشاسعه جدا بين العناصر مش هيكون في مصلحه الفريق. كابتن مختار حسب اليوم السابع بينصح عبد الله السعيد: لو مشيت من الاهلي هتندم. وده معنى سمعناه كتير جدا من كذا حد لعبد الله ولاحمد فتحي، وفي النهايه الاثنين لعيبه محترفين، الاثنين لعيبه كبار جدا، الاثنين ادوا للاهلي باخلاص، وان شاء الله هيستمر عطائهم للاهلي باخلاص. بس احنا في مفارق الطرق حابين نوضح المساله علشان ما حدش ياخد الجمهور في سكه تانية مش صحيحه. كابتن مختار بيقول نصيحته لعبد الله السعيد اللي وصفه بانه افضل لاعب في مصر، طلبوا خلالها بتمديد تعاقده مع القلعه الحمراء واغلاق ملف الرحيل. وقال مختار في حوار مع اليوم السابع: عبد الله السعيد لاعب عاقل وموزون، ولازم يعرف انه لازم يكمل في الاهلي عشان مصلحته، ولازم يجدد، والعرض اللي قدمه له الاهلي عرض مناسب جدا. واضاف المدير الفني للانتاج الحربي: نصيحتي لعبد الله بلاش تحترف بره، الاهلي مقدم لك عرض كويس ماديا ومعاك فرقه بتخدم عليك، لو مشيت هيتاثر مستواك وهتندم. دي يمكن نصيحه الكابتن مختار يا باشمهندس. يعني مؤكد ان هي الكابتن مختار يعني مصلحته ايه؟ ما بيمرنش في الاهلي. صحيح. راجل بيخلص النصيحه، وعلى فكره المعنى ده اتقال له من ناس كتير جدا يعني. فاعتقد ان الكابتن عبد الله برضه هو لو القرار سهل انه يمشي كان مشي. ايوه. كان قفل الليله دي ومشي من بدري، لكن هو طبعا هو برضه عايش نوع من الحوار الداخلي المتعب جدا بينه وبين نفسه. لا قادر يمشي ولا هين عليه يضحي بالمبلغ الضخم جدا. فاكر ابو تريكه لما كان العرض بتاع الهلال السعودي وكنا راجعين؟ بس ابو تريكه كان قبله لما لقى جمهور في البتاع ويهتف لنا كده ومش اوعى تمشي وتسيبنا. قال خلاص خلاص قعد. بارك الله في مرازق. ايوه. في بطولة الناشئين فريق الأهلي مواليد 2002 فاز على نجوم المستقبل النهاردة 5-3، كان في ملاعب النادي في مدينة نصر ضمن الجولة السادسة من دوري القطاعات. سجل الأهداف ريتشارد هاتريك وأحمد سيد غريب
وأحمد عبد النبي. في نفس البطولة تعادل المقاولين والجيش 1-1، وبذلك يتصدر الأهلي بطولة 2002 عنده 16 نقطة من 6 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مباراة واحدة مع إنبي. سجل الفريق 29 هدف كأقوى خط هجوم في المنافسة. وبالمناسبة ريتشارد واحد من اللعيبة الواعدين يمكن من السنة الماضية يا باشمهندس، وإحنا ملاحظين إنه من المهاجمين الواعدين. والله احنا نتمنى يعني ان ريتشارد يستمر على هذا التألق، لانه الهداف من طراز واضح انه من طراز مهم جدا يعني. طيب كان في بقى النهارده، انت عارف فريق الاهلي 2005 بيشارك في الدوره الوديه في الامارات وبيحقق فوز افتتاحي كويس جدا. المشاركة في البطولة ديت بالذات لو يمكن لو تفتكر دي لقطات من هذه المباراة. الأهلي فاز على الشرق الإماراتي النهاردة، فاز على الشرق الإماراتي 4-1، سجلها طارق فوزي ومحمد أبو العمايم ويوسف عفيفي. يوسف عفيفي جاب جونين. الأهلي كسب الشارقة 4-1، وخسر الأهلي من سيلتا فيجو. دي مباراة سيلتا فيجو. خسر كام من سيلتا فيجو؟ 2-0 يعني. طيب احنا البطولة دي كانت مهمة وكان الأهلي بيشترك فيها باستمرار، واخر مره شارك فيها الفريق بتاع كابتن رمضان صبحي وكريم ندفد وعملوا اداء طيب جدا. عموما دي مشاركه خارجيه مهمه جدا للفريق. النشاط الرياضي برضو اللي بيسير فيه الاهلي بخطه جيده. فريق الكره الطايره للرجال فاز على نادي 6 اكتوبر 3-1 في الجوله الثالثه من الدوري. المقرر ان تقام الجوله الرابعه بكره الجمعه ان شاء الله في مواجهات هتجمع الاهلي مع الاتحاد السكندري والزمالك مع نادي 6 اكتوبر، وطلع الجيش هيلاعب سبورتنج وسموحه مع الطيران. الجوله الخامسه هتتلعب يوم الجمعه والسبت 2 و3 مارس المقبلين بمواجهات اكتوبر مع الاتحاد والطيران مع سبورتنج وسموحه مع الجيش والزمالك مع الاهلي. يعني الفريق الكره الطايره في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس قوي الدرجه الاولى، وان كان برضو انا عايز اعرف مستوى 6 اكتوبر ايه اللي يستطيع ان ياخذ شوطا من النادي الاهلي. طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله بدا يدي محاضرات مكثفه في معسكر اعداد المغلق للفريق. المعسكر يستمر حتى يوم الخميس استعدادا لمواجهه الترام غدا الجمعه، ثم الشرقيه للدخان يوم السبت، قبل ان يلتقي في المباراه الهامه مع الزمالك يوم الاثنين، ثم سموحه يوم الثلاث. الزمالك وسموحه طبعا ماتشين في منتهى الاهميه ورا بعض. نتمنى لكره السله تستعيد عافيتها باذن الله هذا الموسم ان شاء الله، وهذا ما وعد به كابتن طارق خير. طيب تبقى مشاركه نجوم الكوره بقى في الأعمال الخيرية والخدمات المجتمعية مسألة مهمة الحقيقة. يمكن النادي الأهلي لأجل هذا الهدف الخيري المجتمعي تحديدا شكل لجنة مهمة في النادي برئاسة الكابتن مصطفى عبده، اللي بنتمنى له دايما وأبدا كل التوفيق يا رب في كل جهوده اللي بيبذلها للنادي الأهلي بإخلاص كبير جدا المجري. هذه اللجنة ليها نشاطات كبيرة الحقيقة في التعامل مع الخدمات المجتمعيه ودعم كل الجهود الخيريه، لكن في كمان جهود خيريه ومبادرات فرديه بتبقى من النجوم نفسهم. كابتن مصطفى يعني كان حريصا ان يتولى رئاسه هذه اللجنه. يعني هو عايز يعمل حاجه. يعني اللجنه دي تلبي حاجه نفسيه عنده مرتاح لها جدا، ربنا يوفقه ويسعده يا رب. ربنا يكرمه ان شاء الله. كابتن حسام غالي كابتن الاهلي العائد للنادي يمكن حرص ان هو يحقق امنيه طفل صغير ويزوره في مستشفى ابو الريش واداله فانيله الاهلي. ده بعد ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مطالبات بشان رغبه هذا الطفل احمد متولي انه يشوف الكابتن حسام غالي.
فحرص الكابيتانو أن يروح يزور المستشفى ويزور أحمد متولي هذا الطفل اللي بيعالج ويهديله فانيلته. نشوف الكابيتانو حسام غالي في زيارته لأبو الريش. محمد احمد متولي ده جانا وهو عنده 5 سنين، والله العظيم كان جميل وهو جميل. صورتونا ولا لا؟ صورت دي حاجه ابعتهم لي. تبعت لي ايه؟ انا ابعت لي على الموبايل هنا على طول. ما بعرفش اصور على الموبايل. كابتن عصام الخبر؟ شبهه بس. صح؟ انت ولا مين؟ شبهه. صورني يا واد مع الكابتن. صورني يا واد مع الكابتن. صورني يا واد مع الكابتن. يلا ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يخليك. متشكرة قوي. سلام يا حبيبي. حسام غالي بيهدي كمان التيشيرت الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. ايوه حسام غالي ولا متعب؟ حسام غالي كمان قبل متعب. نشوف حسام غالي وهو بيهدي فانيلته لواحد من شباب ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد الماتش هاخده خلاص يلا بقى يلا اقسم بالله يا غالي، اقسم بالله امنية حياتي من زمان اني اخد تيشيرت يا غالي، والنهارده وعدني وهو في التمرين وابقى بعده. شكرا يا غالي، مبروك الاهلي 5 اجوال، مبروك الدوري وتيشيرت الاهلي. والله يا اهو انا قاعد بص الاهلي اهو، اهلي اي لاف يو غالي رحيم الاهلي، ويا رب يا رب يا رب اشوفه في روسيا مع المنتخب. اوسام يا غالي استناني الماتش الجاي هجيلك بالتيشيرت ده حبيبي يا غالي. مبروك يا اسطى. طيب لماذا نحرص على هذه اللقطات؟ لان لازم تفهموا ان الانديه الكبرى والنجوم لهم مسؤوليه مجتمعيه مهمه جدا جدا جدا. كم السعاده التي يمكن يضفيها نجم بتصرف بسيط منه، ادي احنا شفنا رد فعلها
وتعمدنا انها نسيبها لاخر وقت عشان تشوفوا تاثير هذه اللمسه على سعاده انسان. يعني اعتقد ان النادي الاهلي والانديه الكبرى والزمالك والاسماعيلي كل الانديه الشعبيه بالذات ونجومهم عليهم هذه المسؤوليه المجتمعيه التي يحرصوا ويجب ان يحرصوا عليها بانتظام. ولكن تاني نرجع زي النهارده. زي النهارده لازم تجد فوز مهم للنادي الاهلي باستمرار. في ايه النهارده عندك؟ زي النهارده او زي بعد بكره زي السبت 24 فبراير، لكن سنه كام بقى؟ 1922. يعني تقريبا قربنا نكمل من 100 سنه. لعب الاهلي اول مباراه له في بطوله كاس مصر. اول مباراه لعبها الاهلي في تاريخه في كاس مصر كانت زي بعد بكره زي يوم السبت سنه 1922. فاز فيها الاهلي على نادي النيل في دور ال 16 للمسابقه 2-0. سجلهم مين؟ زكي عثمان اللي هو شيخ المدربين في نادي الزمالك اللي انتقل بعد كده بفتره لنادي الزمالك. او ده مش زكي عثمان، هو نفسه مش كده؟ هو لا صعب يكون هو 22 صعب يكون 22 صعب يكون هو. لا في زكي عثمان اخر. ده زكي عثمان الاول، تاني زكي عثمان الثاني ومحمود مختار صقر. سجلوا الاثنين في النيل وفاز الاهلي 2-0. زي النهارده بس في 22 فبراير 1935 الاهلي فاز على المختلط 2-1. سجلهم امين شعير ومختار التتش. وزي الجمعه 23 فبراير في 2013 جينا بقى للعصر الحديث، الاهلي فاز بكاس السوبر بعد ما فاز على اليوبارد الكونغولي 2-1. سجلهم رامي ربيعه ومحمد بركات. نفكر حضراتكم بجونين رامي وبركات في اليوبارد الكونغولي. شريف يعملها حلوه قوي، رامي ربيعه لازم يرفع عينه ومكمل احمد شريف عملها له بالاحساس في الجانب الشمال. وادي امامنا كيفور يشوف الادوار الدفاعيه للاعبي فريق نادي ليوبار، وما زال الاهلي يبحث عن التسديد احد الحلول. جول الحلول، جول رامي ربيعه يضع الاهلي هنا في هذه المقدمه، ومقدمه مستحقه وهدف مستحق لرامي ربيعه اللي تقدم وساند بعد ما فقد الثقه في زملائه المهاجمين، ويسجل رامي ربيعه اسمه في سجلات التاريخيه لبطولات والقاب النادي الاهلي ليفتتح الاهداف. رامي ربيعه 19 سنه اصغر لاعب في المباراه واصغر لاعب امامنا هنا الحل في التسديد. لم نرى التسديد الا من عبد الله السعيد، وشفنا واحده من اللاعب شريف عبد الفضيل، لكن رامي ربيعه استغل المساحه واستغل الكره اللي امامه وتقدم في هذه اللقطه. شوف الهدف، ادي امامنا هنا رامي ربيعه، وادي احمد شديد الحقيقه يعني تقلع الكره عملها حلو قوي، وادي امامنا هنا الاستلام وعبد الله السعيد يصنع ورامي ربيعه يسجل كره ارضيه زاحفه. شوف عبد الله السعيد هو رمات الميزان فعلا في النادي الاهلي يمرر، ورامي ربيعه بروح الشباب والاهلي بمن حضر بالفعل، لان رامي ربيعه سجل باقتدار اول اهداف هذه المباراه. حلوه حلوه حلوه، يا سلام يا رامي. الحقيقه على يمين حارس المرمى الحارس جلدس، امامنا هنا من تابع، ادي امامنا عبد الله السعيد، هات وخد مع متعب، يفتح اللعبه حلوه. بركات ارفع عينك ارفع عينك ارفع عينك، ولكن امامنا هنا محمد بركات بقى المره دي يفتح عينه ويأكل حارس المرمى الملبن ويسجل هدف جميل جميل. محمد بركات امامنا هنا هو يسجل بعد ايه؟ بعد فتره غياب عن التألق للاصابات الكثيره، ومحمد بركات ملك الحركات كما نتابعه في هذه اللقطه الزئبقي. وادي امامنا هنا حسام البدري مع وائل جمعه يقول له بقى شيل الفتره دي احمينا احمي مرمى شريف اكرامي. صخره الدفاع في حوار مع صخره دفاع اخرى. حسام البدري كان من المدافعين الاقوياء جدا، محمد يوسف في الجهاز الفني، سيد عبد الحفيظ، احمد ايوب، طارق سليمان حراس المرمى، و دكتور ايهاب علي. وامامنا الهدف الجميل، الهدف الجميل هنا، لكن المساحات خلاص اتفتحت وشفنا بقى التحرك. وادي امامنا هنا عبد الله السعيد، وادي التمريره مفيش تسلل، والمره دي بقى محمد بركات يضعها بين قدمي حارس المرمى جلدس عشان تكتمل الفرحه وتكتمل الصوره في هذه اللقطه، واهداء بطوله جديده لمن يستحق، لجماهير الاهلي العاشقه المحبه. ويعني النادي الاهلي يضع ابتسامه على الوجوه المصريه في وسط هذه الاجواء وفي وسط هذه الظروف. ادي امامنا محمد بركات، يا سلام يا بركات. شوف بركات بقى خبره كبيره 36 سنه،
سكه حديد اسماعيلي عربي اهلي جده، لكن مع الاهلي غير، مع الاهلي من 2004 وسعاده كبيره وفرحه كبيره. اول مره اشوف كابتن بركات بهذا التاثر، عمري ما شفته يجيب جون واللعيبه تتلم عليه وهو متاثر جدا، لانه كان عائد من اصابه. وكان يعني كابتن بركات ده حاجه من العلامات والايقونات والرموز اللي في كل جيل كده، تلاقي واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير هم رموز هذا الجيل. كابتن بركات احد رموز جيله، ربنا يوفقه ويوفقنا ان احنا نجد خليفته باذن الله ان شاء الله. هنطلع فاصل؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بين الشخصنه والنفسنه والخيط الرفيع ده هتلاقوه ماشي في الخيط الرابط بين كل فقرات حلقه النهارده. لكن حتى والاهلي بيكسب، وحتى والاهلي بيتصدر، وحتى والاهلي بيوسع الفارق، لا يخلو الامر من محاوله التقليل من هذا التصدر. هنقول لحضراتكم حتى الناس اللي بتحتفي غصب عنها ومضطره عشان تواكب رغبات الجماهير في اللي هي تشيد بقوه الاهلي وبصداره الاهلي وباقتراب الاهلي من الاحتفاظ باللقب، ما بيضيعش عليها المساله ان هي تحاول باستمرار تقلل من اللي حصل. خلينا الاول نستعرض بعض العناوين وبعض الفيديوهات الخاصه باداء الاهلي وفوزه بالخماسيه الاخيره على النصر، ونشوف بعديها حتى في ظل وفي غمرة هذا التفوق الأحمر الكامل لا يخلو الأمر من محاولات التقليل. مجلة الأهلي خرجت بمنشط وخمسة كمان، الله يا فرسان، بطل الدوري يسعى لزيادة الإنتاج السبت ويواجه الداخلية الأربعاء. ووليد سليمان بوعي شديد في حوار مهم له في المجلة بيقول الحديث عن انتهاء المنافسة في هذا التوقيت ضر جدا بمصلحة الأهلي. الاهلي لسه ما عملش حاجه. المباراه الجايه للاهلي مع الانتاج الحربي هتكون الساعه 8 مساء السبت ان شاء الله، وده الاسبوع 26. الاهلي بيتصدر ب 66 نقطه، والانتاج بقياده الكابتن مختار في المركز السادس ب 36 نقطه. مباراه الاهلي والانتاج في الدوري اتقابلوا 12 مره، الاهلي فاز 9 مرات وتعادلوا 3 مرات. الاهلي ما سبقش ان خسر من الانتاج ولا مباراه. سجل الاهلي في مرمى الانتاج 20 هدف، وسجل الانتاج في مرمى الاهلي 7 اهداف. كل المباريات شهدت اهداف، ولم تنتهي اي مباراه بالتعادل بدون اهداف. يعني مباريات الاهلي والانتاج كلها لازم تهتز فيها الشباك. مع اقتراب نهايه الدوري والانتصارات المتتاليه للاهلي واقتراب الاهلي من الاحتفاظ باللقب، هناك إشادات متنوعة احنا بنحاول نعرضها لحضراتكم، ليس بهدف الاستمتاع بإشادات الآخرين، لكن زي ما بيبقى في نقد وكشف عن السلبيات مهم جدا إلقاء الضوء على الإيجابيات عشان نبقى عارفين بقية الخبراء والمحللين والمدربين شايفين القوة فين وشايفين مصدر الإشادة المستحق بالأهلي فين. البداية مع الكابتن علاء نبيل في النيل الرياضي. كابتن علاء نبيل تحديدا كان بيتكلم ويقول لك الاهلي مهما تقدم يحب يزود، ولا يا كابتن علاء؟ صح. أنا طبعا دي انا قلتها ما بين الشوطين، لان واضح جدا من اداء النادي الاهلي ان هو عنده مقومات البطوله. لعبته عارفه يعني ايه بطوله، عارفه يعني ايه مكسب مباراه، عارفه يعني ايه نادي الاهلي. يعني عارف يعني الشوط الاولاني ثلاثه كلنا واثقين، يعني كابتن طارق وكابتن نادر كلنا واثقين ان في جون واثنين هيجي. فدي الثقه والقناعه دي ما بيجيش من فراغ، بيجيب اللي انت متاكد من الفرقه دي. ليه قلنا في قلنا الاسماعيلي بعد؟ لان الاسماعيلي مش مؤشر، مش فيش حاجه، لا مش لعيبه، واخد بالك. لكن النادي الاهلي لا، حتى قلت لك لو تفتكر قلت لك ايه؟ قلت لك حتى اللي هينزل عايز يقول انا موجود اهو، موجود. يعني حسام غالي ولا حسام غالي ونيدفيد نزل
يعني ده هو ده النادي الاهلي. طيب هو كابتن علاء نبيل وهو احد الناس اللي بتتحفظ يعني مش بيهرول في الاشاده ولا في يعني عاجبه او لافت نظره ان الاهلي لا يكتفي وده مقومات البطل، لما يجيب جون عايز يجيب الثاني عايز يجيب الثالث لا يكتفي، واحنا قاعدين في الاستوديو بيقول عارفين ان في جون واثنين هيجوا وهذه سمات البطل. وكمان يعني له اشادات ببعض اللاعبين برضه، عايزين نشوف مين اللي لافت نظره في اداء النادي الاهلي. بحيي كابتن حسام البدري اكيد بجد، يعني بيعرف يختار كويس قوي يشرك اللاعب المناسب في الوقت المناسب بصراحه ودي ميزه يعني. يمكن علي معلول اعتقد اللي هو احسن باك شمال موجود في الانديه كلها، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ولما بيغيب بيبان الفرق يا كابتن حقيقي يعني. باك شمال من طراز لعيب سوبر تمام. سعد سمير رجوعه مهم جدا للنادي الاهلي النهارده، اللي زاد قوي بقى ايمن اشرف ده خلاص حجز اللي زاد قوي، وبعدين يعني عنده ميزه اللي هو اشول يعني بيلعب باك شمال وخلاص اتقن حته المساك في قلب الملعب. نص الملعب طبعا حسام عاشور، عمرو السوليه، رجع كمان حسام غالي، في هشام محمد، انت عندك ذخيره اربع لعيبه على مستوى عالي طبعا. القدامانين دول بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد يعني زي ما انت عايز بدل كل ما انا حقيقه بحيي كابتن حسام بدري وبقول له الف الف مبروك على يعني انت كان في عليك كلام الفتره اللي فاتت لكن انت صمت واثبتت للناس فعلا انت مدرب خطير. اشاده الكابتن علاء نبيل بالكابتن حسام البدري وبقول له برافو عليك انت تعرضت لانتقادات كتيره بس صمت واثبتت. هنا عايزين نقف عند ثلاث نقط. مستويات اللعيبه اللي الناس بتتكلم عليها بهذه الاشاده، ايمن اشرف زاد قوي ده لفظ الكابتن علاء، فلان اتطور جدا، وليد ازارو لا اتغير خالص، ما هو كل ده يا جماعه شغل المدير الفني، هي دي بصمه وشغل المدير الفني شغل فردي وجماعي باستمرار مع اللعيبه يعني في التدريبات. عشان كده النقطه الثانيه لما بتسمعوا كلمه اصل الاهلي باي مدرب يكسب بطوله، كويس ماشي، دي الثلاث اربع عناصر الاداره والجمهور والسيستم بتاع النادي وكفاءه اللعيبه وكفاءه المدرب، لكنه فكره ان انا اقلل من دور المدرب علشان اقول لا الاهلي باي فريق او باي مدرب بيكسب بطوله، ماشي كويس بيكسب بطوله لكن بمستوى ايه والتاثير على تنميه قدرات الافراد عامله ازاي، ده دور المدير الفني. فدور الكابتن حسام في تطوير اداء عدد كبير من اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بالشكل التكتيكي العالي ده اللي بيخلي الاهلي فارق عن اي فريق، ده يحسب للكابتن حسام البدري. بس مفيش فريق بيحقق كل ده الا اذا كان المناخ الصحي بتاعه على درجه عاليه جدا من التوافق بين مدير الكوره بين المدير الفني بين كل عناصر الجهاز الفني مجتمع. مفيش نجاح بيجي لحد لوحده أو لو في أي تنافر بين أفراد الجهاز. دايماً وأبداً الخير ما شاهد به المنافسون. نشوف الكابتن طارق مصطفى ابن نادي الزمالك شايف دور الكابتن حسام البدري في اللي حاصل للأهلي إيه. كابتن حسام البدري على فكرة لما كانت الناس بتنقده جمهور النادي الأهلي تحديداً إحنا كنا بنشيد بيه هنا. ليه كنا بنشيد بيه؟ لان هو بصراحه في الفتره الاخيره مش الاخيره بقى بتتكلم في اخر مثلا 10 مباراه تغييرات بصراحه كلها موفقه وتغييرات كلها ايجابيه بتقلب الماتش وعليك نور بتقلب المباراه وعايز ايه من التغييرات يعني في تغييرات انت بتبقى محتاج ان انت تقلب طريقه اللعب ودي حصلت كتير جدا ساعات كتيره جدا كان بيطلع الراجل الديفندر اللي هو المفروض بيدافع اللي هو المفروض حسام عاشور وبينزل لعيب تاني عايز يكسب المباراه اذا كان اللعيب ده عنده ناحيه هجوميه وبيجيب عبد الله السعيد فلا تغييرات كلها بصراحه تغييرات تحسب له. اشوف برده كميه النجوم اللي عنده والناس اللي عنده كتيره جدا اللعيبه لا النهارده تحديدا هو لعب الناس اللي عايز يجهزها واحنا الكلام ده قلناه وقلنا قبل ما يغير
قلنا هيدي حسام غالي، قلنا هيدي مروان محسن، والتغيير الثالث ممكن حسب الظروف. هو ادى كلام كريم نيدفيد اللي هو ما بيلعبش بقاله فتره بعيده. وبص بقى النقطه الايجابيه ان كل واحد بينزل وهو بعيد بيأدي بشكل كبير جدا. شخصيه المدرب، وانا دايما بقولها، شخصيه المدرب 50% من في مصر تحديدا 50% من امكانياته. شخصيه المدرب 50% في مصر، عشان ما كلمه ان اي حد يمرن المجموعه دي يكسب بطولات. ايوه ممكن يكسب اي واحد بطولات، لكن تكسب باداء وبصمات واضحه وشكل منظم وفريق محترم، لا، هذا شغل جميل لمدرب يعني اجتهد كثيرا، وانا اوان ان يعترف به الجميع. طبعا نشوف بقى كابتن ضياء السيد كيف يرى الامر بعد مباراة النصر، لانه كان في فترة كده له بعض الاعتراضات. تعالوا نشوفه قال ايه. كابتن ضياء السيد، رايك ايه في هذه المباراة؟ وهل النادي الاهلي بيسطر تاريخ جديد من المكاسب من الاداء الجيد في الدوري الممتاز، ولا بتشوف الفوز ازاي النهارده؟ بشوف انه الاهلي ماشي في طريقه اللي هو محدده بالاهداف بتاعته، ازاي يحسم البطولة بدري، ازاي حاطط تارجت قدامه انه فاضل عدد من النقاط. الاهلي عايز 10 بونت بس دلوقتي، النهارده بعد مباراه النهارده عايز 10 نقاط، 10 بونت من 10 ماتشات. بالظبط بالظبط. فعشان كده بتلاقي الهدف واحد، بتلاقي كل اللعيبه واحده. يعني طارق وعلاء بيقول لك حتى اللي بينزل بتلاقيه عايز يثبت نفسه وعايز يعمل حاجه، فبيبقى مستواه عالي، لان هو الهدف واحد، الهدف انه ان احنا نحسم البطوله، الهدف ان احنا نلعب ونادي بشكل كويس، هدف مكسب بس، بقى اصبح هدف مكسب واداء. دلوقتي بقى خلاص، يعني النادي الاهلي حط فرقته في 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 مكان انه الجمهور ما عايز كمان اللعبه الكويس، عارف انه بيكسب بس عايز كمان اللعبه الكويس. بقى الحاجه الكويسه ان الفرقه دي بتتعمل من سنتين. كابتن ضياء، يعني برضو على نفس الحكاية، انه الاهلي محدد تارجت بتاعه، محدد هدف. وعلى فكرة الجزئية ديت مفتقدة في معظم الاندية باستثناء الاهلي، لما بيبدأ المسابقة عنده هدف رئيسي هو الفوز بالبطولة، محدده واضح ومفهوش فصال. الزمالك عنده نفس الرغبة في انه ينافس على البطولة. بقية الاندية الحقيقة التارجت بتاعها مش واضح. ايه الاهداف بتاعت بقيه الانديه المشاركه في الدوريات اللي بره يا باشمهندس؟ كل نادي الاونرز او الملاك بتوعه عندهم اهداف، عايز يلعب السنه دي عشان يحسن وضعه، عشان ينتقل لمرحله تانية في 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 حقوق الرعايه بتاعته. فلو خطس ال 200 هو ده هدفه، او عايز يعرض 3 لعيبه للبيع، فبالتالي داخل للمسابقه السنه دي وعنده هدف تسويقي متفق عليه، أو عايز ينتقل يشارك في دوري أبطال أوروبا أو يدخل في الدوري الأوروبي. يعني عنده أهداف واضحة بين المدرب وما بين الإدارة أو الملاك. إحنا هنا محدش عن الموسم بيبدأ، ممكن ترجع للجرايد قبل الدوري ما يبدأ بأسبوعين، كله هينافس على الدوري وكله عشمان في المربع الذهبي. تبدأ المسألة تناقش إبراهيم، أوكي، بس قدراتك لده إيه؟ هل ده هدف معنوي ولا انت عندك القدرات لده؟ انت بتعلن كلمه علشان تراضي الناس وتراضي الجمهور، احنا داخلين السنه دي وهدفنا المربع الذهبي، الكلمه المطاطه اللي بتتقال للكل، وكانه المربع هيقعد فيه 16 نادي. شويه بشويه تبدا الامال تتهدد، فتوصل لمرحله المنطقه الدافيه، في نص الموسم هدفنا المنطقه الدافيه، بعد كده هدفنا النجاه من الهبوط، هدفنا نستمر في الدوري السنه دي. يعني لا لا، يعني لا، في فرق خلاص اهدافها معروفه. يعني بتيجي تقول لي سموحه والمقاصه والمصري، الاهداف المعينه في البدايه المنافسه، هو عايز ينافس بس هو عارف ان هو مش ما بيقولش هكسب الدوري، لكن هو المنافسه والتواجد في المربع الذهبي. الخمس فرق دول تحديدا بيشتغلوا على هذا الكلام، ما عدا المقاصه يمكن شويه، لانه يعني غير جلد، يعني بدايه من المدير الفني لكذا لعيب مهم خرجوا، واخد بالك، ما اللي دخلوا ما عوضوش هذه الغيابات. لكن انت لما تشوف
المصري، ما هو ماشي في السكه دي. الاسماعيلي ماشي في السكه دي، تعثر بعد الشيء، لان برضه اسماعيلي حصل له حاجه غريبه شويه يعني. دي صابر ده وهو ماشي بيحقق النجاح راح ماشي مره واحده. وديته اوغندا انت؟ والنبي الهزار ده بيلبس عند الناس والله. صح، اوغندا هو ما مرنش اوغندا على فكره، راح اوغندا ما اتفقش. فتستغرب الراجل ده مشي ليه؟ يعني شاف ايه؟ ايه اللي خلاه مشي؟ لا اتقال ان هو قال للمهندس ابراهيم عثمان ان جاي لي كذا وعايز كذا، قال له لا. قال له بس هو ما كانش دخلت في دور. هم بقى ساعتها قال لك الاهلي مش الاهلي عشان ده الكلام الرخيص اللي بيتقال في كل عشان زرع مشكله بين الاهلي وبالاسماعيلي. لكن اللي بيحصل ان لا، الاسماعيلي النهارده طبعا مؤكد عنده هدف الاحتفاظ بالمركز الثاني. المصري يتطلع للمركز الثاني. الزمالك النهارده ان ده حقه التاريخي من المنظور الواقعي. عايز يحقق المركز الثاني، لان المركز الثاني بيتوح للفرق دي المشاركه في دوري الابطال. يعني مش الكونفدراليه. فانت هو قفز النهارده الزمالك للمركز الثاني، فاز 2-1، يعني انتهت مباراته مع النصر بالفوز 2-1. في فرق لسه، يعني المصري هيبقى له ليه 3 ماتشات المصري، والاسماعيلي هيبقى له ماتشين. ايوه. الزمالك ما هو شوف، الزمالك مؤكد ان اللي كان حاصل له الفتره اللي فاتت مش طبيعي. ايوه. يعني برضه وان كان يعني هو الماتش خلص 2-1. 2-1. برضه ده مش طبيعي، يعني ما زال النغمه. لا بس في حاجه طبيعيه، النصر كان له ضربه جزاء وما اتحسبتش، ده الطبيعي. انا مش قصدي كده، هنشوفها. لكن انا عايز اقول ايه؟ ان 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 حتى يعني بيحقق اهداف يعني زي الفوز في معارك، ولكن الهدف الاستراتيجي لم يتحقق بعد. فاللي انا عايز اقوله، لا في 4-5 انديه بيبقى لهم اهداف. هدف النادي الاهلي مختلف، لان هدف النادي الاهلي لا بديل عن المركز الاول. ثم بعد المركز الاول التطلع الى الاداء والمكاسب والكلام ده. نرجو التوفيق للجميع، لان الدوري المصري دوري قوي. النهارده النصر وهو يخسر 5 من الاهلي كده يعني تقدم على الزمالك وما تحسبلوش بنالتي، ومضيع يعني فرص كتير. يعني الدوري لا مش خفيف لا. طيب العناصر اللي الكابتن حسام البدري بيدفع بيها بتثبت كفاءتها وبتثبت قدراتها وبتثبت احقيتها في نيل ثقه المدير الفني. 3 من هؤلاء اللاعبين نالوا ثقه وراي واشاده الشيخ طه اسماعيل. نشوف. مفيش شك طبعا لعيبه في النادي الاهلي كل واحد عايز يثبت وجوده نمره واحد، وكل واحد بيدخل في هذه المنظومه بيحاول بكل ما اوتي يؤدي واجباته بشكل كويس. حتى لو ما في 3 اهداف، جت فتره من الفترات الاداء يعني ما بقاش فيه شراسه هجوميه، لكن بعد كده ابتدى النادي الاهلي من جديد تاني وسجل 2 على 3. لكن الشيء الملفت في هذه المباراه، اولا نمره واحد حمودي ساهم في الجول الاولاني بضربه الجزاء، وساهم في التمرير لازارو الجول الثاني، وساهم في الجول بتاع صلاح محسن. فيعني حمودي عمل النهارده حاجات عظيمه جدا في الاسيست اللي اتعمل. هو صحيح ما سجلش هو ولا هدف، بيتنفت حتى لما نزل كبديل ساهم في ان هو سجل الهدف الخامس. المكاسب الكبيره انه في لعيبه كتير خدت فرص. صلاح محسن اثبت ان هو لعيب جيد جدا وعنده امكانيه كبيرة جدا في الكورة، استقبال كويس، سرعة، بيتعاون مع زمايله، سجل هدف كويس. صلاح محسن بالدرجة الأولى نمرة واحد، لأنه يفرق كتير قوي. واحد جاي بهذا المبلغ الكبير 40 مليون وكلام بهالة كبيرة جدا، طب ده هيعمل إيه؟ فهو الحقيقة ميدانيا بينقل كويس، فدي كلها مكاسب للنادي الأهلي إن هو أشرك مجموعة كبيرة من اللعيبة، وفي نفس الوقت فاز، وفي نفس الوقت مأمن نفسه في الدوري بشكل عظيم جدا. يعني الشيخ طه لفت نظره ان حمودي بصم على 3 اجوان، ان صلاح محسن يعني ادى اماره، ادى أيوة. اماره، اظهر مؤشرات تقول انه لاعب. بالمناسبه احمد حمدي اللاعب صانع الالعاب الواعد جدا هو مصاب الفتره الاخيره، لانه في ناس كثيره بتكتب ازاي كابتن حسام البدري في الفرص اللي بيمنحها لغايه دلوقتي اتاخر في منح احمد حمدي. حمدي مصاب، وبالتالي اعتقد عند جاهزيته اكيد هيكون له دور باذن الله. طيب تشوف الفيلسوف.
ايمن يونس يهمنا هيلمس على ايه. لا رايي من نتيجه المباراه سيطره قوه فاعليه فرصه لعيبه كتير اتعاملت مع المباراه على انها فرصه ازاي اكون موجود فيها في الملعب. لعيبه مش موجوده طول الدوري في التشكيله الرئيسيه او الرسميه للنادي الاهلي، لكن النهارده حطوا نفسهم في فكر حسام البدري في المرحله القادمه. حمودي واحد منهم، لعيب درجات وجوده او حضوره مع الاهلي كانت مش موجوده، انتهز فرصه المباراه. ده عشان كده مهم قوي، بنقول الكلام بس مش لعيبه الاهلي، لكل لعيبه مصر، لازم تبقى مش معنى انك مش بتلعب لكن لازم تبقى جاهز، لان لو جات لك مباراه فرصه هو ده الوقت المهم اللي لازم تثبت فيه نفسه. لعيبه كتير قوي من النادي الاهلي احترموا الفرصه، ادوا فيها بشكل رائع جدا، وابرزهم حمودي عملها بشكل كويس، صلاح محسن درجات التجاوب الجماعي بتاعته بتتحسن بتتطور، لكن لمسته حلوه محترمه، يبين له قدرات، لعب له قدرات، لكن لسه لم تتفاعل مع المجموعه. اعتقد المكاسب كلها لحسام البدري، 13 فوز اعتقد النهارده على التوالي، وده رقم شخصي لحسام البدري جديد ما حققهوش قبل كده، بس النهارده بيقدر يحققه. ذكاء حسام البدري ان هو ريح لعبته، تقدر تقول عليها روتيشن او تغيير، او تغيير للفكر والاسلوب اجباري. لكن اجمل ما في حسام البدري انه ما بيغيرش طريقه لعبه، 4-2-3-1، استغل اجاييه النهارده بشكل مختلف، لكن الشوط الثاني اجاييه طبعا اداه بشكل مش كويس. طيب 13 فوز على التوالي، ده رقم شخصي للكابتن حسام البدري اللي بيأكد على انه عنده هذه الرغبة دايما في تطوير الأداء وفي الدفع بأكبر عدد من العناصر وفي التمسك بالجماعية وبطريقة اللعب بتاعته. وقال لك حسام ما بيغيرش، هو 4-2-3-1 بنفس عناصرها بنفس فكرها، طبعا مع اختلاف بعض المهام للمباريات حسب قوة المنافس وعناصره. بس خليكم فاكرين كل هذه الإشادات بالعناصر الفردية مش جاية من فراغ. وليد أزارو اللي أداؤه تطور من بداية الموسم والناس كلها بتشتكي منه وبتشتكي من إهداره الفرص وتحركاته وأخطائه لهداف الدوري. جونيور أجاييه شوفوا بدايته، ولو فكرناكم بكلام ناس كتيرة أو من المحللين والخبراء والصحفيين حوالين أداء جونيور أجاييه في بدايته وما انتهى إليه أجاييه، هتشكروا الجهاز الفني ودور حسام البدري فيه بشكل واضح، وهكذا بقيه اللعيبه. تاكيدا على دور حسام البدري عزيزي ابراهيم، ايوه، انك انت بيجيب لك اسماء تفاجئ الجمهور، يعني يقول لك يدخل ناس فجاه كده لكن هو شايفهم في التمرين، ايوه، وقايسهم، ايوه، وعارف يعني انهم قادرين على ان يدول اللي هو عايزه في المباراه دي، ايوه. دي نقطه مهمه جدا، صحيح، انك انت مش انت وانت قاعد في الاستوديو او قاعد بره بتتفرج كجمهور او على صفحات التواصل الاجتماعي تستطيع ان ترى ما يراه الجهاز الفني. هو شايف حاجات معينه، أيوة. والتوقيت اللي بيزق ده وبيزق ده وبيزق ده يقول لك اصل هو لاعب فلان وجاب جون وخطفه. يا اخوانا لان في لعيب تاني عارف ان المباراه دي تناسبه اكتر. انا الاوان ان نثق في فكر وتوجه واخلاص الكابتن حسام، لانه هو جدير بكده التجربه كلها، يعني حتى النهارده كل الناس بتشيد، النهارده نشوف الكابتن وليد صلاح بيقول ايه برضه، هتجد برضه القاسم المشترك في الاشاده الكابتن حسام البدري، نشوف الكابتن وليد صلاح. طب هاخد من كلام الكابتن حسام البدري تحديدا فيما يخص وليد ازارو. الناس كلها ملاحظه ان وليد ازارو بدأ نسبة التهديف بتاعته تزيد. وليد أزارو كان ينقصه فقط التعامل الصحيح مع الفرص اللي بتجيله. احنا ملاحظين دلوقتي ما شاء الله وليد أزارو اختياراته وقراراته اتعدلت بشكل كبير جدا. كابتن حسام قال انتوا شايفين كلكم مدى التطور في أداء وليد أزارو، فده باين شغل الكابتن حسام البدري في التمرين واضح. بص دي الاتنين بيلعبوا بالرجل العكسية، دي مش رجل حمودي الأصلية، وبعدين وليد عدل كويس قوي ودي لازم تتحط بالشمال فحطها بالشمال. كان الاول وليد ممكن يغلط في دي، يحب يحطها باليمين بوش رجله. الثقه يا كابتن ما بتجيبش قوه،
الثقه بتجيب هدوء في الصندوق دايما. صح كلامك مظبوط، بس كمان الاختيار الصحيح للقرارات، يعني دي تتعمل كده اعملها كده، واحده تانية تتعمل على مره واحده اعملها. عجبني كمان تنفيذه لضربه الجزاء، ضربه الجزاء بقى اللي فيها ثقه، فيها ثقه شديده، لان لعيبه قليله قوي اللي بتشوط كره كده صاروخ من ضربه الجزاء، بيعملها ميسي، بيعملها كريستيانو، اللي هو ان انا اخد قرار التصويب في زاويه. وليد ازارو شويه بشويه بيتالق. إذن وليد أزارو يتطور، وفي إشارة وتصريح مش تلميح إن ده شغل فني عمله الكابتن حسام البدري، اللي أصبح في إجماع على دوره وأهمية دوره وقدراته. ولكن كابتن طارق مصطفى برضو حب يرجع للأسباب اللي الناس تحب تقولها، اصل الاهلي بيلعب على ارضه، اصل الاهلي افضل الوحشين، اصل فتعالوا نشوف هل اتفق الضيوف معاه زملائه في النيلي رياضة ولا لا. تعالوا نشوف كابتن طارق مصطفى في هذا الفيديو. بس انا عايز ارجع لك لنقطه انت قلتها، ليه الاهلي كده او ليه او الاهلي هيفضل كده، الاهلي هيفضل كده ليه، الاهلي هيفضل كده لان مع احترامي لاتحاد الكوره ومع احترامي للامن ومع احترامي للمنظومه كلها، لازم يبقى في عدل في كره القدم، لازم يبقى في عدل. ايه هو العدل؟ ان انا نادي المصري لازم يلعب جوه بره، تقوليش المصري يلعب على ملعبه في اسكندريه على طول دايما يلعب الماتشات كلها، لازم نادي الزمالك بالظبط، لازم 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 نادي الزمالك زي ما يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه الاهلي يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه، تكافؤ الفرص، لازم لما الزمالك يلعب الاسيوطي لازم لازم الاهلي برده نفس الشيء. ايوه هو ده قرار هي ده قرار الامن. لا قرار، ما بص 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 هي ساعات انت بتقول قرار الامن وممكن ما يكونش قرار امن، يعني لازم الانديه كلها يبقى. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انت عارف المصري مش لاعب ماتش بتاع افريقيا على ملعبه في بورسعيد صح؟ اه والجمهور كان الاهلي الامن مش موافق انه يلعب ماتش افريقيا في الاستاد. ليه المقاول العرب عنده المقاول العرب عنده ملعب رسمي بتلعب بيقول له روح ضرب العرب يا على افريقيا يا كابتن بيقول له لا القاهره فيها بس 1000 متفرج لا لا قال له روح برج العرب او برج العرب ده عدد اكبر من يعني المصري لعب في بورسعيد والاستاد اتقفل الاهلي مش عارف يلعب في الاستاد. شو قلت لكم؟ مش هنكمل كتير، مهما كانت المساله هتبصوا تترمي حته نفسنا قد كده، بعد ما الدنيا تهدى وبعد ما الفرح النور يطفي شويه تترمي حته نفسنا. ما هو اللي بيحصل ده قصه علشان الاهلي مفيش تكافؤ فرص، والاهلي بيلعب كل ماتشاته في ملعبه، وبعدين لو كان في عدل طب الزمالك راح لعب مع الاسماعيلي هيروح يلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، الاهلي ما يروح الاسماعيليه، والجمله ما بتكملش ودي المشكله. ما هو الاهلي لما لعب الاسماعيلي، الاسماعيلي ما جالوش القاهره وده قرار امن لظروف بورسعيد، لعبوا فين؟ الاهلي ما لعبش مع الاسماعيلي في القاهره عشان يبقى الاهلي لازم يروح للاسماعيليه، يلعبوا في برج العرب الاثنين. طب ما يلعبوا في برج في الاسماعيليه ملعب محايد الاثنين للاثنين. هو ده تكافؤ الفرص، لعبتك في الملعب وهلعب هتلعبني في الملعب نفسه. لكن الزمالك الاسماعيلي جاله القاهره، الاسماعيلي جه لعب مع الزمالك في القاهره، فلما الزمالك يروح له الاسماعيليه هو ده التكافؤ، لان التكافؤ بين الفرقتين. عايز تشوف صوره معينه تثبت فيها انك مظلوم بالظبط، لا انه يعني كده علشان بس بس يعني هو برج العرب ملعب الاهلي، ملعب الاهلي ولا بترو سبورت ملعب الاهلي ولا دفاع جدو الجو ملعب هو لا البحث عن سبب اخر، يعني في خضمه كل محاولات لان صدقوني هي مؤقته جدا، في لحظه واحده هتبص تلاقوا الدنيا رجعت لوضعها. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ في المسا، احترام المنافسين كلمة السر في الأهلي، ودي مسألة برضو بالغة الأهمية، قال إن احنا بنلعب للفوز دايما ولدينا البدائل في كل المراكز. الخلاصة عناوين المسا ديت فعلا خلاصة سبب تفوق الأهلي، سيبوكم من أي نفسانة تانية، الأهلي بيحترم منافسينه، بيحترم منافسينه، بيتعامل مع كل المباريات بالجدية الكاملة، بيتعامل. الكابتن علاء نبيل قال لك ميزه الاهلي انه ما بيشبعش، ما بيكتفيش، بيجيب جون لازم يجيب الثاني والثالث والرابع، ودي مساله في شخصيه البطل. لكن فكره انه الهدف الواضح دايما وابدا اللعب للفوز، الحاله البدنيه يا باشمهندس، لانه لفت نظري رقم من كام يوم، تقريبا الاهلي من ضمن اهدافه اللي جايبها السنه دي في اعلى توقيت سجل فيه اهداف الدقيقه 90 وما بعدها
هي اكتر فتره الاهلي سجل فيها هدف، تقريبا 19 او 20 هدف من كل الاهداف اللي سجلها. ده ملفت للنظر الحقيقه. اه، فانت لما يكون انت بافضل توقيتاتك او اكتر وقت سجلت فيه بعد الوقت الاصلي، ده دليل اولا اختبار الروح العاليه، اختبار للقوه البدنيه بتاعتك، لياقتك كامله جدا، اصرارك موجود، بتسجل اكتر اهدافك بعد المباراه ما بتخلص. هي ديت مقومات شخصيه الفريق البطل بجد. وقال الكابتن سيد ان احنا عندنا البدائل في كل المراكز، وده سبب برضو من اسباب التفوق اللي الناس ساعتها كانت قالت الاهلي جايب لعيبه كتيره ما بيستخدمش لعيبته، واديكوا شفتوا القرار المفاجئ لاتحاد الكوره، ولازم ناخد رايك، انه السنه الجايه 25 لاعب، وشفنا انه الزمالك معترض وقال لك لازم تبقى تدريجيه، يعني تتعمل السنه اللي بعديها. انا بعيد الزمالك. ما ينفعش كل سنه، يعني هو انا بشتغل، انا مش نادي محترف، انا مش نادي بتعاقد، انا مش نادي برتب اوراقي، هو انا بشتغل شهر بشهر. انا بخطط، اي الانديه الكبيره بتخطط لنفسها 3 4 سنين قدام. فكل ما اعمل تعاقدات مره تطلعني 30 ومره 35 ومره 25، ايه البلبله اللي احنا فيها دي؟ وبعدين البطولات افريقيا 30 لعيب، يا سيدي خد اللعيبه وعيرها، محدش بيقول لك ما تاكلش اكتر من طاقتك. لكن ومحدش بيجبرك انك تشتري 30، لكن مسموح لك تشتري 30. انا يعني في هذه المره انا بايد الزمالك، وكان ينبغي على الاهلي برضو في رايي يعني انه يتمسك ان النظام مش كل سنه يتغير، مش كل سنه يتغير. اه يعني على الاقل فتره انتقاليه تنتهي فيها العقود، تقول مش من السنه دي، من السنه اللي بعديها هنعمل كذا. او انا بقى ما اتعاقدش، او ما اخرج مثلا 10 لعيبه اجيب 3، فاهمني؟ التخطيط يا جماعه، التخطيط. طيب برضو في ذات الصله، اتحاد الكوره اعلن انه في مسابقه، ما دامنا اتكلمنا على التخطيط، عايز يعمل مسابقه دور الممتاز به، فكره رائعه جدا. انا هعمل فريق او مسابقه اللي بعد الدور الممتاز على طول، الممتاز به 18 نادي هيتشكلوا من، انا عندي القسم الثاني دلوقتي اللي هو اول مسابقه بعد الدور الممتاز، دول فيها 3 مجموعات، فهياخد الستة الاوائل في 3 ب 18، 3 بيصعدوا للدور الممتاز وبينزل 3 من الدور الممتاز، يبقى فيه مسابقه جديده موازيه دوري محترفين به، فيه نفس العدد بتاع الدور الممتاز. الفكرة أكثر من رائعة، لأنه إن أنت تتكلم على دور القسم الثاني اللي بيطلع يفرز مباشرة للدور الممتاز، يكون 3 مجموعات بهذا العدد الكبير والملاعب غير الصالحة، ولا في قناة بتشتري عشان تزيع 3 مجموعات في عموم الجمهورية، ولا في مسابقة بالشكل الاحترافي. برضه انا موافق على الاقتراح ده، وانا فكرت فيه في وقت طويل وقلته وانا عضو اتحاد كوره من زمان يعني. اه قلت ان المسابقه التاليه للدوري الممتاز لازم تبقى قويه جدا. صحيح. ولازم تبقى ليها قيمه تسويقيه. وعلى فكره النظام ده ما فيهوش ظلم. أيوة. لان انت هتاخد السته الاوائل اللي هيتفرزوا نتيجه بالضبط. موسم طويل. ايوه. وهتضيف على يعني ثلاثة، هتاخد الثلاثة الأوائل اللي بيطلعوا مع والثلاثة اللي هينزلوا مع الثلاثة التانيين، أدي 6 فرق في 3 مجموعات، أدي 18. الست فرق التانيين بقى، ولا شوف الكام فرقة التانيين، يتعمل بيهم دوري آخر وبيصعد لهم من تحت، هتلاقي الدنيا ماشية. آه آه، هتلاقي الدنيا ماشية. ده هو استحدث مسابقة للقسم الرابع بقى، يعني هيبقى في الآخر في درجة اللي هي الدرجة الأخيرة اللي كله بينزل عندها، اللي بينزل عندها، واللي هي دلوقتي هتبقى بديل عن الدرجة التالتة، الدرجة التالتة هتبقى بديل عن الدرجة التانية. انت عملت مسابقة وسيطة، رفعت بيها المستوى من تحت. أنا رأيي يا ربي ما يتحكموش بقى بأغراض انتخابية. أيوه، يجي لك هم عندهم الرغبة الحقيقة، وخدوا فيها توجه أو أعلن، بس اتفرج على المزايدات في حتة الأندية. أولاً الاتحاد قال لك انا لو عملت مسابقه بهذا الشكل وبهذه القوه هقدر ازيحها، هقدر اسوقها، حقوق البث بتاعتها تتباع برقم كبير جدا. رقم 2، هجيب 100 مليون جنيه
تتوزع على ال 18 من الشركه الراعيه، لانه فجاه انا اوجدت له مسابقه جديده جديره بالرعايه. الشركه الراعيه هتبدا تعمل تعاقدات على الرعايه مع هذه الانديه. هذه الانديه محترفه بجد، فهتبدا تدور على ملاعب صالحه، هتدور على خامات لاعبين من دوري مراكز الشباب ومن الاقاليم. وانت عندك، انت لسه جاي، هو هيبقى دوري اضواء برضه بالظبط، يعني كل اللي تحت ده هيبقى عنده حافز جديد، مش ضروري ممتاز. مسابقه موازيه. وكنت امبارح بتكلم مع كابتن ربيع ياسين والكابتن محمد رمضان على الفكره دي. فرمضان الحقيقه قال لي انا كنت مقدم من زمان قوي للدكتور عماره، طلب مني وهو ماسك القطاع الناشئين في الاهلي تصور على فكره النهوض بالكره ومسابقات. فقال دي كانت جزئيه من جزئياتها. الجزئيه اللي موازيه ليها انه يبقى في دوري شباب مرتبط بالدوري الممتاز. بمعنى ان احنا، انت بتتكلم النهارده الاهلي هيلعب مع الانتاج الحربي. طيب لو انت فريق 20 سنه في الاهلي لعب مع الانتاج الحربي قبل مباراه الفريق الكبير بساعتين ثلاثه، نفس الفرقتين يلعبوا، نفس الفرقتين بنفس الجدول على نفس الملعب قدام نفس الجمهور، الجمهور اللي داخل بدل ما بيتفرج على ماتش يتفرج على ماتشين. كل دي افكار قديمه، واخد بالك؟ ولكن كلما تجد نفسها امام التنفيذ يطاح بها. طيب. كلها حاجات كويسه. طيب. كلها حاجات كويسه. هتلاقي، بص، هتلاقي العناصر الشباب المدرب بتاع الفريق الاول هيشوفهم، فعندك فرصه للعرض جدا. النفس، طب استنى، اللعيب نفسه اللي حي... على فكره ده في الستينات كان كده. كان بيتلعب الماتشات قبل الماتشات الكبيره. ايوه. وكان الكابتن لطيف يقول لك وعابد وبليه الاسمر ومش عارف ايه. انا متذكر وانا صغير. الناشئ اللي هيشوف جمهور وهيتعود عليه وعلى ملاعب كويسه، وعلى ملاعب كويسه، وعلى تحكيم كويس، وعلى اعلام هيبص عليه، متابعه من كوتشات كبار ومتابعه من الاعلام وتسويق وتسويق. مفيش اي، مفيش اتحاد الكره اذا اراد الافكار الموضوعيه هي موجوده بس ينفذها. يعني بفكره زي ديت بتضيف دور القسم الممتاز به، ادي مسابقه موازيه. تضيف دور الشباب موازي للدور الممتاز، ودور الشباب موازي لدور القسم الثاني بس او به. ثلاث مسابقات جديده بقوه عاليه جدا جدا. شوف انت بقى هتجيب مناجم من الاقاليم ازاي. بالظبط. شوف الفرص اللي هتاخدها من دوري مراكز الشباب قد ايه. الناشئين اللي هيلعبوا في التلفزيون قدام الناس ويشوفوه. يعني عارف ما فيهاش صعوبه الا في حاجه واحده. الانديه الخملانه قوي اللي مش عايزه تتحرك. ما هو ده اللي مستني بقى انك انت مره تخليها لي 30 و35 تاخد الرديف. ده غلط. والمتاجره بالصعيد، لانه الحقيقه برضو دايما في الصعيد في ناديين ثلاثه هم اللي بيصعدوا وتاني سنه ينزلوا ومحتكرين المساله، بينما الانديه الشعبيه الحقيقيه زي المنيا وزي فرقه اسيوط وزي سوهاج وزي شبان قنا، الانديه الشعبيه بجد ما عندهاش امكانيات. ده مغغى، ده منجم. ما عندهاش امكانيات. فطب يا جماعه يعني ما تدوش الصعيده سمكه، علموهم يصطادوا. يعني بدل ما انت تديهم نفحه انك ضامن لهم كوته زي كوته المراه في البرلمان، ان الدوري الممتاز لازم يبقى فيه فرقه من الصعيد، يا فرحتي، لان هي قاصره على اللي عنده امكانيات. يصعد سنه هو وظروفه وينزل، وبعد كده هيصعد تاني، تفضل متداوله بين فرقتين ثلاثه. لكن لو انت فعلا عايز تعمل تنميه رياضيه مستدامه في الصعيد، لا، اعمل برامج تدريب، اعمل اكاديميات، ادي مدربين، ادي امكانيات، وادي شركات راعيه تبدا ترعى الملاعب بتاعت الصعيد وتوضبها. ساعتها هتلاقي فعلا الصعيد ممكن يبقى منه فريق واثنين وثلاثه. لكن كوته الصعيده ديت مساله يعني اعتقد بتخدم ناديين ثلاثه هم اللي بيتاجروا بيها، غير كده ما اعتقدش ابدا المساله في الصالح العام. المصري اليوم، الاهلي يفقد الصعيد اسبوعين وازارو يدخل التاريخ. يعني هو اصابه عبد الله السعيد مستمره، ودخل المصري اليوم، دخل وليد ازارو تاريخ بطوله الدوري المصري بعدما بات اللاعب العربي الاكثر تسجيلا للاهداف في البطوله بعد هدفي الاثنين في شباك النصر رفع بهما رصيده الى 16 هدف. حطم ازارو رقم مهاجم الزمالك اليمني علي محسن اللي كان عنده 15 هدف في موسم 60 و61 كعربي. يعني وليد ازارو عنده الفرصه لتعزيز رقمه عشان يكون افضل لاعب عربي سجل اهدافا في الدوري المصري، ويفصله عن احسن مهاجم افريقي هدف. عن فلافيو. صحيح.
الأهلي يلجأ لنجوم الدكة، البدري يفكر في الاعتماد على البدلاء قبل التتويج وادخار الأساسيين لأفريقيا. على فكرة نفوا هذا الكلام يعني. يعني نفوا على أساس أنه ما هو أول ما الفريق هيحسم بطولة الدوري من المؤكد الكابتن حسام هتبدأ. أما يحسم. لكن دلوقتي لا. لم يحسم. يقول لك قبل الحسم أهو، قبل التتويج لا. شفت عمرو سليم كاريكاتيرو، وفجأة علاء الدين لقى نفسه قصاد من لا يرحم على فرقة الأهلي. مين علاء الدين بقى؟ على مصباح علاء الدين. أنا مش فاهم. أنت فاهم الكاريكاتير ده؟ اشرحه لي. فين المصباح علاء؟ نفسه بقى. فين المصباح؟ ها؟ والأهلي؟ طب وفين الأهلي؟ فين الأهلي؟ اللي قاعد على الدكة خايف ولا التاني؟ غمض. هربت منك يا عمرو دي. غمض. ها؟ الست اللي قاعدة دي مين دي؟ ايه ده؟ ده علاء الدين اللي طلع من الفانوس. الست؟ الطفل الصغير ده؟ انت هتقعد تفسرها. مش بص الكاريكاتير لو احتاج كل اللفه اللي انت بتقولها يا شوارب يبقى ما قداش هدفه. يبقى ما قداش هدفه. لو احتاج كل المذكره التبصيريه اللي انت عمال تقوم وتقعد بيها دي. على كل حال هو مش مفهوم. هربت منك يا عمرو دي. هو عايز يقول لك الاهلي فتوه. ايوه بس ما عبرش عن كده. لا الست بترمز للفتوه ولا الراجل اللي قاعد خايف ده هو الاهلي. علاء الدين. وده علاء الدين ده اللي قاعد. امال اللي حاطه ايه يا ابو لي؟ طيب برضو لا استنى، في اطار النفسانه بقى انجلترا واسبانيا. لا في اطار النفسانه بقى هتلاقوها كده مرميه. بس هو الدوري بقى والدوري ضعيف. يا عم هو في دوري، الفرق بين الاول والتاني معرفش كام نقطه، وتبدا تسمع يعني جملتين ثلاثة كويسين في حق الأهلي وفي حق حسام البدري وفي حق وليد أزار وفي حق اللي بيحصل، وفجأة تتحدف كلمتين. بعد يقول لك ده الكابتن صالح سليم قال مش عارف سنة كام أصل الأهلي دوري عمي في ولا عمر في وسط عمي. ده هو بيقارن الدوري بأوروبا، كل الدوريات بأوروبا، فيفضل دايما وأبدا. لا يا عم هو ده دوري، شوفوا الفرق كام بس. طب هو الفرق كام في مصر بس ومع الاهلي بس، ولا في الدوريات الاوروبيه الكبيره حتى؟ واحنا دايما وابدا بنعتمد المنطق في المناقشه. طب ما تبصوا على الدوري الانجليزي، ما دمنا فوارق النقاط معيار للمستوى. الدوري الانجليزي في اسبوع 27 مانشستر سيتي عنده 72، مانشستر يونايتد 56. ده الثاني 22 بوند 16 نقطة. 16 بوند 16 نقطة فرق بين الأول والثاني. ما قالوش إن الدوري الإنجليزي ضعيف. قال لك يا عظمتك يا سيتي. تشيلسي الرابع عنده 53، ومانشستر سيتي المتصدر عنده 72. شوفوا حامل لقب يوصل لكام والمتصدر 72، الفرق بينهم 19 نقطة. يا إبراهيم ده الدوري المصري. بس مترجمينه غلط، لان هتجد الالمان 56، ليفربول 54، تشيلسي 53، توتنهام 52. لو مسكت الجدول المصري هتلاقيه من الخامس للثاني، انه بعد الاول الفوارق كلها قريبه مضغوطه. نقطه 2 3 نقطه 2 3 نقطه 2 بالكثير، لكن ما حدش قال ان الدوري الانجليزي ضعيف. لهواة النفسانة ورمي الكلمة بين السطور عشان يقلل من قيمة اللي الأهلي بيعمله. طيب ما تخلينا في الليجا بتوع الليجا، ما دمنا هواة الدوري الأسباني، هل الفوارق تعبر عن المستوى ولا الليجا كمان ضعيفة؟ البارسا 62 نقطة بعد الأسبوع الـ 24، الملكي المنافس الكبير التقليدي في المركز الثالث 48 نقطة، يعني في 14 نقطة، ده بعد ما الريال كسب امبارح. بس اتلتكو يعني برضو بصوا 14 نقطة الفرق بين برشلونة والريال.
بتوع البرشلونه او بتوع الريال ما طلعوش وقالوا ده دوري ضعيف عشان الفرق كبير. بصوا هتلاقوا باقي نفس الملاحظه اللي قالها المهندس عدلي، الباقي على الطريقه المصريه، برشلونه لوحده قبل كده، مانشستر سيتي لوحده، الاهلي لوحده. يعني هي واضح جدا الكبير كبير، ده الموسم بتاع الكبير كبير قوي، فبيبعد بصدارته كتير قوي والباقيين مع بعض بيلعبوا مع بعض، فهتلاقي بعد المركز الاول الفوارق قريبه من بعضيها باستثناء هذا الفارق اللي بين برشلونه والريال 14 نقطه، لا هتلاقي برشلونه 48، فالنسيا 46، اشبيليه 39، فياريال 38، وهكذا كل النقاط، وهتلاقوا نفس الفرق. بصوا على كام والنصر عنده، والنصر عنده كام الاخير، لو جاب لنا شوارب الفرق بين الاهلي والنصر هتلاقوا هو برشلونه وملقا الاخير، ملقا الاخير عنده 13 نقطه. طب اسمع، الاهلي لعب كم مباراه؟ احنا في الاسبوع كام؟ ما هو انت برضو يعني انت عايز تحسب عدد الماتشات، هتجد اهي، هتجد النسبه والتناسب، هتجد ماشي معاهم بونت بونت المتصدرين، هتجد ان النادي الاهلي عدد مرات الفوز هم هو. يعني البايرن في الدوري الالماني، البايرن متصدر ب 59 نقطة بعد الأسبوع 23. هو الأهلي مش خسر المباراة وتعادل أربعة؟ يعني عمل أنت عايز تحسب نسبة، الأهلي تعادل ثلاثة. الأهلي تعادل ثلاثة خسر المباراة. خسر المباراة. طيب في كم مباراة؟ 22. هنطلعها لوحدها عشان ما نلخبطش الناس، لكن أنت هتبص تلاقي السيتي، برشلونة، برشلونة، بايرن ميونخ، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، كلهم مع النادي الاهلي. لا اللي لعب 25 كسب 21، كسب 21. البايرن لعب 23 كسب 19، ده البايرن. برشلونه انا هوريك دلوقتي 24 جدول الدوري الجديد 24 كسب 19. يعني الاهلي كسب اكتر من برشلونه كمان. السيتي لعب 27 كسب 23، هم اربع ماتشات. باريس سان جيرمان، خد بايرن ميونخ 59 نقطة، ايوه فرق 19 نقطة بين الأول والثاني، 19 نقطة الفرق بين الأول والثاني. حد شكك في البوندسليجا؟ حد قال الدوري الألماني ضعيف؟ حد قال إنه البايرن عنده 59 وكولن الألماني عنده 14؟ بصوا الفرق قد إيه. طب يعني أنت كمان لما تيجي في فرنسا 12 نقطة عن الثاني. باريس سان جيرمان 68، شوف ما شوف ما شوف مثلا موناكو 56، شوف مارسيليا 55، شوف ميدز عنده 18 في الاخير وده عنده 68، يعني بالظبط 50 نقطه فرق بين الاول والاخير. انت دلوقتي محطوط كتف بكتف مع اوائل الدوريات، السنة دي سنة الكبير قوي، فاحنا مش عايزين نزلنا اكتر من كده ونقر اكتر من كده. لا مش قر، لكن احنا دلوقتي الاهلي عايز تقارني بالمان سيتي، ببايرن ميونخ، بمارسي، ببرشلونة، بباريس سان جيرمان بالكبير قوي. وسيب بقى على الاقل 10 نقاط الناس تلعب مع بعضيها، وكله بعد كده بيلعب مع بعض. في احنا في اضعف الدوريات في اوروبا، نحن الاهلي والدوري المصري ضمن اضعف خمس دوريات في العالم مع الـ 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 الاسباني والالماني والانجليزي والفرنسي وبعدين يتقال اصل الدوري المصري ضعيف، وتكتشف حاجه، الدوري المصري في السنين الاخيره طلع للدوري الانجليزي 6 لعيبه، ما كانش قبل كده عندنا ورك فرخه في الدوري الانجليزي، منهم احسن لاعب في افريقيا وهداف في الدوري الانجليزي، وعندك 2 مدافعين بتوع المنتخب مدافعين في الدوري الانجليزي مع بعضيهم، هاي اهلي وزمالك. عندك الدوري السعودي الافضل عربيا مصنف في الفتره الاخيره، 12 لاعب من الدوري المصري السنه دي في الدوري السعودي، يعني لما تصدر للدوري السعودي 12 لاعب مره واحده.
يعتمد عليهم بشكل اساسي، وطلع للدوري الانجليزي 6 لعيبه غير اللعيبه المنتشره في بقيه الدوريات، ولما تلاقي الفوارق في الدوري المصري بين الاهلي وبين الوصيف او بين بقيه الفرق هي نفس الفوارق اللي في الاسباني وفي الالماني وفي الانجليزي وفي الفرنسي، يبقى الدوري المصري ضعيف بس عشان الاهلي متصدره. نطلع فاصل. انطلاقة جديدة لقناة الأهلي، برامج جديدة لكل الأهلوية بروح الفانيلا الحمراء قريبا. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة بنشكر طبعا تواصلكم معنا وضغطكم على التليفونات ومقدرين الوقت اللي بتقضوه كتير في الانتظار على 3-8-3-5-6-5-2 و 0-10-900-96-5-9-8. دي الأرقام اللي بنستقبل بيها تليفونات حضراتكم. معانا الأستاذ عصام من الزقازيق. يا أستاذ عصام. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك. أيوة يا فندم، معاك مهندس زراعي عصام كامل أبو زيد من الزقازيق. أنا بحاول بقالي فترة أتصل عشان موضوع يعني مهم جدا بالنسبة لاتحاد الكرة والتخطيطات اللي بيعملها علشان الدوري الممتاز وإلى آخره. كان الباشمهندس عامر حسين بيشتكي مرة في مداخلة مع أحد القنوات، بيقول طب نعمل إيه إذا كان الأهلي عنده 50 ماتش وحاجة زي كده في السنة؟ ده هو عنده 54 ماتش، لما نبص 34 دوري وواحدة سوبر محلي وخمسة كأس محلي عشان يكملوا، و14 مباراة في أفريقيا ما بين مجموعات وسوبر إلى آخره. يعني المهم ان لابد عشان يكون في تخطيط صح، لان يعني من احد واجبات المهمه لاتحاد الكوره الحفاظ على اللاعبين اللي هم اصلا بيبقوا للمنتخب. المفروض يكون في معروف اي دوري في العالم بيبقى فيه 3 اسابيع راحه سلبيه وثلاث اسابيع اعداد وثلاثه اجنده دوليه، غير ان في زي ما احنا عارفين السنه الجايه في بطوله افريقيه وبطوله عربيه واللي بعدها هيكون في الاولمبياد والكلام ده. فلابد ينقصوا عدد انديه الدوري الممتاز. يعني لو بقى 16 دي هتوفر مثلا شهر اهو توفر، ولو بقى 14 يتوفر اكتر، وخصوصا ان يبقى في درجه ثانيه عدد معقول. يبقى عندك الاولى مثلا ما يكون على خلال كذا سنه يخفضوه ل 14 واللي بعديه مثلا يكون 16 على اساس ان اللي بعديه ما عندوش ارتباطات قاريه ولا غيره، انما يدي فرصه. لكن كده بيذبح اللعيبه ده الاهلي لو تفتكروا حضراتكم لما كان ما فيش دوري وما فيش كوره خد البطولات الافريقيه اللي شارك فيها كلها لان كان في راحه، الاهلي كان مجرد متفرغ مثلا. احنا ما بنقولش كده، نقول يبقى في دوري بس يبقى معقول. يعني هم يعملوا عشان الانتخابات ولا عشان الموارد الماليه؟ من حقهم يشوفوا الموارد الماليه، لكن عشان الانتخابات والاصوات والكلام ده يقولوا 18 نادي ويبقى فيها يعني اللي بيحصل ده للاستهلاك، خصوصا الانديه الكبيره اللي بتشارك زي الاهلي في جميع البطولات. تمام يا باشمهندس، وضحت صورتك. فنرجو الاهلي يتبنى هذا الموضوع او يتعمل مؤتمر او حاجه يبقى فيه الناس المعنيين. الاهلي لو قال لهم نقلل العدد هيزودوه. مشكله دي الحل الوحيد جدا. يبقى الدوري يبقى الاسبوع كل مثلا كل 4 ايام، كل 5 ايام، كل 6، لكن ما يبقاش كل 3 ايام زي كده، حرام يعني. تمام يا باشمهندس، شكرا وربنا يوفقك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا، فكر مهم جدا. وانا طب سمر من الاليوبيه. سمر، ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. بص انا عايزه بس اشارك بس في بحاجه. اولا الاهلي ما بيقفش على حد، دي اول حاجه. ثاني حاجه اللي مش عايز يجدد ما يجددش، اللي حابب يجدد يجدد، بس احنا الاهلي عمره ما وقف على اي حد. الاهلي اكبر من اي حد في الدنيا دي كلها. تمام يا سلام. وبس حابه بس اقول حاجه ثانيه. اولا البنات مش بيروحوا النادي عشان خاطر اي حاجه، الكره مش مكتوب عليها للولاد بس، الكره مكتوب عليها للبنات وللولاد، مش عمرها ما اتكتبت لحاجه بس معينه. فاحنا دلوقتي اما بنيجي رايحين النادي او نروح اي حته، انا واحده من الناس بروح ورا الاهلي في برج العرب وفي كل حته، وبنروح التتش
بس لما يجوا الشباب يجوا يقولوا لا انتوا مالكوش مكان ان انتوا تخشوا اصلا التتش، فدي حاجه بتبقى رخمه قوي لينا يعني. فاحنا زي ما هم بيحبوا الاهلي احنا بنحب الاهلي اكتر منهم مليون مره، واكيد في بنات بتفهم في الكوره اكتر منهم مليون مره. بس كنت حابه اقول بس الكلام ده. طبعا طلباتك ايه في الموضوع ده؟ طيب قولي لي طلباتك ايه في الموضوع ده؟ نعم طلباتك ايه في الموضوع ده يعني؟ طلباتنا ان هم بس يتخصص اماكن شويه علينا. انا مش اماكن على فكره يعني زي عربيه الحريم كده في المترو. لا لا النبي في مدرج، في مدرج للبنات في ال... يا ريت والله يا ريت والله يا كابتن. هم بيبقوا فاكرين ان احنا رايحين عشان خاطر نتعاكس. انا متجوزه ومش ببقى رايحه ولا عشان اتعاكس ولا ببقى رايحه عشان خاطر اي حاجه. هو ممكن نخصص مدرج للعائلات، لازم يبقى في مدرج للعائلات مش البنات. بس والله نفسنا يا كابتن العائلات والبنات تقعد فيه برضه. حضرتك برضو انا كنت حابة اعلق برضو على الكلام اللي حصل امبارح على قناة ما بيقول ان هو كابتن سيد عبد الحفيظ ومش عارفة ايه. اولا الكلام اللي هم بيعملوا ده كله احنا حفظناه خلاص، ان هم بيعملوا ده كله كل ما يجي الاهلي يشطر الموسم او كده ويجي داخل على افريقيا هم بيعملوا الكلام ده كله عشان يوقعوا الاهلي. بس الاهلي اكبر من اي حد بكتير قوي، وعمري في حياتي ما في حد هيقدر يوقع الاهلي. احنا فاهمين حاجة زي كده كويس جدا الحمد لله. الجمهور اصبح يعني جمهور الاهلي اكبر من اي حد. هم لو حابين يشوفوا جمهور احنا مش زي اي جمهور، جمهور الاهلي اكبر من اي حد بكتير قوي، وعمر في حياتي ما في حد هيقدر يوقع الاهلي. بس جامده سمر برضه يا ابراهيم. احنا بنعشق الاهلي بطريقه رهيبه، وما فيش حد يقدر ان هو يشككنا في الاهلي او يشككنا في اي حد بيحب الاهلي او يشكك في حبنا للاهلي. شكرا يا سمر. شكرا ليكي. صالح من الشرقيه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. بمسي على المهندس عبد القيعي وأستاذك يا أستاذ إبراهيم وعاملين إيه؟ أهلا بيك يا أستاذ صالح. اتفضل. أستاذ صالح التليفون راح ولا إيه؟ أستاذ صالح يبدو إن الفصل ساعات يفصل شحن كده التليفون. طيب في حاجة تانية ولا نكمل؟ يعني برضه فكرة المدرج حتى في التمرين. يعني لما يسمح بدخول الجمهور ما ينفعش يعني السمر مدرج للبنات من الايوبيه. انا رايي مدرج للعائلات والبنات يقعدوا في مدرج العائلات. يعني العائلات كمان من حقهم هم واطفالهم ما يبقاش في تدافع وما يبقى يعني. طيب علاء من القاهره. ايوه استاذ ابراهيم اهلا بك يا استاذ علاء. اولا انا بسلم على حضرتك وعلى كابتن عدلي المحترم. اهلا بحضرتك. وكل اللي انا عايز اقوله بس انا ببعت تحيه خاصه جدا للكابتن وليد سليمان على روحه العاليه وتجديده للنادي افضل من لاعب كوره في النادي الاهلي بعد الجيل العظماء ابو تريكه وعماد متعب وبركات. وبنقول برضو للكابتن عبد الله والكابتن احمد فتحي والله لو مستقبلهم ان هم يشوفوا في اي حته تاني السنتين اللي فضل لهم دي حريه شخصيه. احنا مش بنضغط على حد، بس احنا لازم نحيي برضو ولادنا الجمل جدا المحترمين جدا زي كابتن وليد كابتن حسام والناس اللي مضت على بياض ديت، ودي ليها تقدير خاص جدا جدا في قلوبنا ما نقدرش ننساها. واحمد وعبد الله ليهم كل التقدير برضو يا استاذ. اكيد 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 طبعا. احنا بنقول عشان كده. بس الناس ما تفهمش خالص حاجه غير الحقيقه. لا صدقني يا استاذ ابراهيم احنا مش بنتكلم في كده خالص، احنا بنتكلم ان هم ليهم حريه شخصيه، بس الولاء للنادي ده ليه ثمن لازم نشيد بيه. احنا في كل اللي احنا بنتكلمه ده احنا ناسيين خالص ان كابتن وليد مضى على بياض وكابتن حسام عاشور دي، يعني دي احنا ناسينها ليه؟ صحيح لازم نفتكر ده. صحيح صحيح. اوكي وكابتن عدلي بس حاجه اخيره اتفضل. معلش يعني خد بالك من محمد حسن ومهند لاشين يعني. انت مختار لك واحد. الاثنين دول بيقول لك اختار لك واحد. اختار لك واحد. اختار لك واحد. لا بجد الاثنين خساره، الاثنين عاليين قوي قوي. الاثنين عاليين. الاثنين حلوين الاثنين طعمين. متشكر جدا يا كابتن. شكرا جدا على شكرا. وليد من كفر الشيخ. وليد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كابتن عدلي اتفضل. استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وليد. الله يخليك. بقول لحضرتك يا كابتن عدلي يا استاذ ابراهيم بنوه بس التجديد لعبد الله السعيد واحمد فتحي تمام؟ كده عملنا فتنه ان جبنا صفقه مروان محسن صلاح محسن وعملنا فيها ب 35 مليون جنيه تمام. احنا عايزين نبين الراي العام ان انبي اللي واخد ال 35 مليون جنيه انت لعيب. المفروض ان انت سمعتنا في البدايه اتكلمنا في النقطه دي بوضوح تمام. اه يعني عشان بس نفرق ان الراي العام والناس كلها تعرف يعني. طبعا طبعا دي فلوس بياخدها انبي
اللاعب ما بياخدش حاجه منها خالص. ده كلام حق ويرد به باطل. عمليه أيوة. تسخين وخلاص. ايوه. الحاجه الثانيه بقى احنا كنا ناويين عليها قبل كده قصه الاصابات العضليه. تمام. في لان في اصابات عضليه كتير جدا في الاهلي. دي ثاني حاجه. ثالث حاجه حضرتك احنا عايزين قناه الاهلي يكون فيها معلنين، بمعنى ان اي قناه يعني الاعلان النادي الاهلي اي منتج هيظهر في قناه الاهلي ان شاء الله الجماهير هتنجحه. تمام؟ تمام. لان احنا كده فعلا قناه الاهلي ما فيهاش منتجين، عايزين اعلانات. تمام. تمام؟ الحاجه الثالثه بقى اللي حضرتك الاخيره اللي انا قلت حضرتك عليها قبل كده قصه الاربعه الاجانب اللي كانوا في قلت لحضرتك وطلبتها من حضراتكم واستجابه من اتحاد الكوره وافقوا عليها يعني. تمام. تمام. شاكرين يا بيه على الافكار الايجابيه كلها. شاكرين. شريف من قطر، استاذ شريف. استاذ شريف. السلام عليكم كابتن عدلي. وعليكم السلام. اتفضل يا حبيبي. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ابراهيم، ازيك يا كابتن عدلي، وسعيد ان انا بكلمكم. اهلا بيك يا استاذ شريف. لو سمحت انا بس اعلق في كام تعليق على السريع كده باذنك. بالنسبه للكابتن ابراهيم فايق امبارح بيتكلم على السيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ الوعي. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ شريف، يا استاذ شريف. اتفضل. عايز اقول لك على حاجه علشان بس ليكوا لكل الساده المشاهدين. احنا هذا الموضوع كنا هنتناوله، لكن نعم. تمت اتصالات كتيره، تمت احتواء الازمه، مفيش مشكله. ابراهيم فايق هيعلن كل تقديره واحترامه للكابتن سيد عبد الحفيظ ولنظام العمل في النادي الاهلي، فبالتالي خلينا نتجاوز هذه المساله. احنا كنا هنناقش هذا، كنا هنناقش هذا الموضوع بكل تفصيلاته، لكن هو ما دام في جهود ايجابيه مبذوله خلينا نبقى معاها ايجابيين. اتفضل. هو اعلام، هو اعلامي محترم، وعشان كده هو عشان اوكي اوكي خلينا نتجاوز هذه التفاصيل يا استاذ شريف. ما فيش مشكله. بنتكلم في النقطه بتاعت الكابتن بالنسبه للتجديد للكابتن عبد الله السعيد. تمام. الكابتن احمد فتحي. تمام. هم لاعبين مهمين جدا في الاهلي طبعا. وعلى دماغنا من فوق. ها. لكن جمهور الاهلي بالنسبه له الاهلي هو الاهم من اي لعيب. صحيح. مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه، الاهلي هو اللي بيضيف لاي لعيب، مش اللعيب اللي بيضيف، مع احترامنا كله لقيمه عبد الله السعيد واحمد فتحي. تمام. فاحنا كجمهور الاهلي، انا عن نفسي وكاصدقائي اللي انا اعرفهم يعني، احنا حتى لو عبد الله السعيد واحمد فتحي جددوا احنا مش هنبقى فرحانين بالتجديد للنادي الاهلي. لا لا بالتأكيد. لان احنا انا بكلمك عن نفسي انا، ماليش دعوه بارائكم، انتم ممكن يكون في امور دبلوماسيه انتوا يعني هتتحرجوا منها، لكن احنا بنتكلم كجمهور. تمام. احنا بالنسبه لنا حتى لو جددوا الاهلي مش هنبقى فرحانين، اللي بيشتري الاهلي احنا اللي بنشتريه. مع احترام ان هم لازم هم يدوروا على مصلحتهم وكل حاجه، دي حاجه خاصه بيهم، بس حب جمهور الاهلي وقيمتهم والقيمه اللي بتضاف لهم في النادي الاهلي دي لازم يبقى لها ثمن. العمليه مش ماديه. اسال دلوقتي الكابتن عصام الحضري، ها، يدفع كام عشان يعتزل في النادي الاهلي؟ الاعتزال في النادي الاهلي ده له قيمه كبيره جدا عندنا احنا، وعند اللعيب بيضيف له في تاريخه ويبقى له بيت وسند في حياته بعد الكوره. الكابتن عبد الله السعيد مع احترامي له فاضل له سنتين ثلاثه ويعتزل، كذلك احمد فتحي، واحنا عندنا والاهلي طول عمره من تاريخه من مختار التتشي لحد دلوقتي ما بيوقفش على حد. هي دي النقطه بس يعني. لكن الاهلي عبد الله السعيد من غير عبد الله السعيد بيستمر وبياخد بطولات. الخطيب اعتزل وطه اسماعيل اعتزل وصالح سليم اعتزل، والاهلي ما زال هو رقم واحد في افريقيا. تمام. انا بشكركم جدا. شكرا. وانا كنت منتظر ان اقدر اتعلق على ابراهيم فايق لان احنا بنحبه، بس هو خرج عن المالوف اللي احنا كنا عشان كده كنا بنعلق عليه بس. تمام يا استاذ شريف، شكرا. انا قبل ما ناخد مكالمات انا عايز اقول تعليق على المبدا، وليس على فلان ولا فلان ولا فلان ولا على مضمون اللي اتقال. لماذا يشعر الاعلام انها اقوى من الجميع؟ لماذا تاتي لحظه يشعر الإعلامي أنها أقوى من الجميع وأنه يستطيع أن يهدد ويستطيع أن يبتز ويستطيع أن يلوح ويستطيع أن يقول؟ لماذا؟ والإعلام لما بتكون عندك مصداقية، عندك شعبية، ده بيلقي عليك مسؤولية، مش يديلك قوة تستخدمها في مواجهة الآخرين اللي ما يملكوش نفس القوة بتاعتك الإعلامية، قد يملكوا قوة أخرى. أنا لا أتحدث هنا عن إبراهيم فايق لأنه راجل كان عنده من الشجاعة ومن
رجاحة العقل انه يتصل ويحاول يحتوي الموضوع ويعني ويظهر ان الموضوع كان فيه نوع من سوء الفهم والتسرع او حاجة زي كده. وهو رجل يعني غير كده عنده الشجاعة تملي انه لما بيحصل منه حاجة بيقول. صحيح. لكن انا بتكلم في المطلق، انا بتكلم يا جماعة اللهم قني شر نفسي، انا وانا قاعد هنا لو شعرت ان انا اقوى من الاخرين لان عندي ميكروفون وعندي ناس بتصدقني، انا ممكن اذي ناس كتير جدا واحاسب في يوم ما على ما افعله امام الله سبحانه وتعالى وامام المجتمع. لكن ولهذا احنا شعرنا هنا استاذ ابراهيم ايه، احنا بنتشتم ما بنردش ساعات او غالبا، لكن احنا بنقول ايه، نختلف مع المكتوب وليس مع الكاتب، مش الشخص، لانه شخصنة المشاكل هي بداية يعني سقوط الاعلام بصراحة. لما اشخصن معاك انت تعمل فيا حاجة فانتقم منك على الهوى، هذا امر جلل لا ينبغي ان يسقط فيه لنا ولا سعادتك ولا الناس اللي بنحبها على الاقل. ومنهم مؤكد اخويا ابراهيم فايق، مؤكد انا احب هذا الرجل واراه يعني مجتهد جدا، لكن يعني قد يكون فهم شيء غلط، لكن برضه حتى لو فهمت انا شيء غلط او انت شيء غلط ما بنمسكش حد او ما يصحش نمسك حد. واذا عملنا كده في يوم من الايام يا جماعه نبهونا عشان نعتذر وعشان يعني قومونا عشان ننتصر على ذاتنا وعلى ضعفنا. فانا ارجو الموضوع ده انه يكون انتهى، وانا متاكد وعلى ثقه من قدره اخويا وحبيبي ابراهيم على انه يعالج هذا اللي هو مش انا. اللي هو مش انا، مش لا انت المره اللي فاتت لما قلت ابراهيم بيه كنت اقصدك، لانك انت بتكلمني خليتني. وهو ابراهيم بيه برضه بشرط كلكم بهوات وكلكم على راسي من فوق. لكن انا بتكلم في حاجه، بتكلم ان احنا يا جماعه دايما خلينا نمشي على حبل الموضوعيه، لان لو انزلقت رجلنا هنقع. إيه تنزلق ايه؟ في الشخصنه او النفسنه. انا لا عايز انا كاعلامي انفسن ولا عايز اعلامي اشخصن. عايز ابقى موضوعي على قد ما اقدر. واتمنى الخير لمن احبه في هذا الشان. تمام. احنا سيبنا الناس على التليفون كتير. معلش هم مبسوطين. جمال من اسكندريه. استاذ جمال انت يعني مش متضايق من اللي قلناه طبعا. استاذ جمال. اعتذر للاستاذ جمال بس كنا كلمتين. ابراهيم من القليوبيه. ابراهيم بيه من القليوبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. بقدم كل التحيه لحضرتك ولاستاذنا المهندس عبد القيعي. شكرا. كنت عايز بس اقول حاجه، هي المصري اليوم وراهاش غير الاهلي. يعني احنا مش هننتهي من مهزله ان هم فيش الاهلي الاول عشان المصري اليوم وراهاش غير الاهلي ومصر يا ابني. كاريكاتيرات ومانشيتات واعمده بتتكلم عن الاهلي، والاهلي كل ما يكون الاهلي الاول على الساحه يبقى الجميع ضد الاهلي. يا كيدانهم بالقوي احنا. يعني انا مش عارف، يعني كل سنه الاهلي معودنا ان هو الاول افريقيا والاول عالميا في بطولاته والاول عالميا في اخلاقه والاول عالميا في مبادئه، اشمعنى لما الاهلي يبقى الاول الدنيا كلها تبقى تحت؟ ويا ريت بيبقوا تحت وبيسكتوا، بيبقوا تحت وبينغصوا على الاهلي، يا ريت الموضوع بيسكت عن هم سيماهم في وجوههم من اثر الكره. يعني الاهلي يعمل لهم ايه ثاني؟ يعني الاهلي ينزل لهم دوري درجه ثانيه عشان يرتاحوا مثلا؟ ولا هم عايزين ايه؟ طول ما الاهلي الاول هو الاول، لانه معروف انه الاول دايما. فانا يا ريت اداره الاهلي تاخد موقف من المصري اليوم. هتعمل ايه يعني؟ خدوا انتم موقف. اداره الاهلي يا ابني مش فاضيه تعب تاخد مواقف. اداره النادي الاهلي بتعمل وبتجتهد وبتنطلق واللي عايز ياخد موقف ياخد موقف، لكن احنا بالنسبه لنا خلينا نمشي صح، امشي عدل يحتار عدوك فيك بس. انا بصراحة بقول لهم انه كل موتوا بغيظكم، ان الله عليهم بذات الصدور. شكرا يا استاذ ابراهيم. طيب يعني هنحاول برضو نستقطع بعض الوقت سريعا. راندا من كفر الشيخ. ده اخر تليفون يا جماعة وناخد نتكلم شوية وبعدين نكمل ومسك بقى مع اصدقائنا راندا المشاهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا راندا.
ازيك يا كابتن عدلي؟ ازيك يا كابتن ابراهيم وباش مهندس عدلي؟ اهلا بيك انا كنت عايزه اعلق في العموم على الاعلاميين في العموم، مش هقول باسماء اشخاص بس دايما الناس لما بتيجي تتكلم عن الاهلي بتحب تظهر ان في مشاكل وبتدي تفاصيل كانها عايشه معاهم في قلب البيت. يعني برضو من يومين بدون ذكر اسماء واحد كان بيتكلم عن مشكله كابتن حسام غالي في المنتخب وبيقول تفاصيل اصحاب المشكله ذات نفسهم لو هيحكوا عن المشكله مش هيحكوا التفاصيل الرفيعه الصغيره دي، ومش عارفه كان جاي الكابتن اللي كان مستضيفه سايبه ياخد براحه قوي كده ليه. مش عارفه والله يعني يا رندا كلنا يعني مش عارفين والله ده بيحصل ليه، لكن هو كده يعني قدر الكبار ان البعض يحاول ان ينال منهم بدبابيس تبدو كالرماح في وجهه نظرهم. احنا قلنا الكابتن كوبر هو والفريق اللي معاه يختاروا كل اللعيبه اللي على مزاجهم، المهم ان مصر تكسب بالظبط. ولاعيبه النادي الاهلي ما بتفتحش كلام في دوت ولا بتقول ان احنا هننضموا ولا ما ننضموش، وبيقولوا ان مصلحه المنتخب اهم من كل حاجه لان ده مبدا ماشي في النادي الاهلي، النادي الاهلي برضو مصلحته اهم من اللعيبه، وكذلك لعيبه النادي الاهلي بتتعامل مع المنتخب بنفس المبدا ده، ان مصلحه منتخب مصر اهم منه. بالظبط. فمحدش يتكلم على لسان لعيب من لعيبه الاهلي ويقولوا كلام حضرتك ما سمعتوش، احنا بدل ما شفناش الكلام زي ما كابتن سعد الحفيظ وكابتن حسام البدري، بدل الكلام ما سمعتوش منه مباشره، حضرتك ما تتكلمش بلسان حد تاني. صحيح. ما تتكلمش بلسان حد تاني، تصور كلمة بسيطة جدا لكن مهمة جدا. برافو عليك يا رندا، شاكرين جدا. شكرا يا رندا. بص، وعي الجمهور ملوش حل الحقيقة. دلوقتي هنخش في فقراتنا شوية ونستأذن جمهورنا. عايز تلعب في أفريقيا؟ يعني تأهل للترجي وصيف والهلال وأسك دوري الأبطال، خرج المقاصة والمريخ للاسف. ده 8 عرب كده لم يعني يوفقها. دوري الابطال هيبقى فيه 8 انديه عربيه، وده اللي بيفرض على الاهلي بكل تركيز يستعد لهذه البطوله. احنا عارفين ان البطوله وحشت الاهلي جدا، جمهور الاهلي نفسه يشوف الاهلي في كاس العالم للانديه تاني ان شاء الله. كابتن حسام البدري وجهازه الفني عندهم من الخبرات الكبيره جدا في هذا المعترك الافريقي. لعيبه الاهلي اللي تم انتقائها على درجه عاليه من الكفاءه. الاداره كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان رئيس لبعثه الاهلي في كل المشاركات اللي الاهلي تقريبا شاركهم في بطوله العالم، فيدرك جيدا قيمه حدث بحجم كاس العالم للانديه. فبالتالي اعتقد المشاركه في كاس العالم للانديه من خلال باذن الله التتويج الافريقي في دوري الابطال بيمثل الهدف الاساسي لكل منظومه العمل الاهلويه. لكن هذا التأهل لهؤلاء أو لهذه الأندية العربية هقول لحضراتكم على أسماء عشان تدركوا إلى أي حد المسابقة قوية جدا والمنافسة المتوقعة شرسة، فلازما الاستعداد ليها بشكل كافي. الأهلي هيلعب في الدور الـ32 مع منانا الجابوني اللي تخطى ريال كلاب البوركيني في الدور التمهيدي بعد ما فاز عليه 2-0 في لقاء العودة وكان خسر 1-0 في مباراة الذهاب. الاهلي هيلعب المباراه الاولى في برج العرب او استاد القاهره حتى الان اذا وافق الامن، هيلعبها يوم 7 مارس حسب طلب الاهلي، العوده هتبقى 17 مارس يعني بعد الذهاب ب 10 ايام. تاهل من الكبار بعد الدور التمهيدي الترجي التونسي الفائز على الوئام الموريتاني 5-0 بعد ما تعادل معاه في موريتانيا 1-1. سطيف الجزائري القوي تأهل على حساب أولمبيك ريال بطل أفريقيا الوسطى بعد ما فاز عليه على ملعبه 5-0 والتعادل بره 0-0. الهلال السوداني الشقيق تعادل على حساب ليبيريا شيب الليبيري بعد ما فاز عليه 3-0 وكان خسر 1-0. خرج المريخ السوداني الفريق الكبير بعد ما خسر من بطل بوتسوانا 3-0 ولم يفز في السودان إلا 2-1. خرج المقاصة ممثل مصر الثاني في البطولة قدام جينيريشن السنغالي بعد ما تعادلوا 0-0 امبارح بعد ما كان المقاصة خسر في داكار 2-0. البطولة فيها 7 أندية عربية بالإضافة للأهلي، فيها وفاق سطيف، فيها الهلال، ثم فيها النجم الساحلي اللي ملعبش في هذا الدور. لكن وجود النجم، وجود الترجي، وجود اتحاد العاصمة، وجود وفاق سطيف، وجود الهلال السوداني، وجود الأهلي، أعتقد 8 أندية عربية
من ذوات العيار الثقيل. كابتن أحمد أيوب المدرب العام قال إن منانا الجابوني منافس قوي وهدفنا استعادة بطولة أفريقيا. زي ما قلت لكم ده الهدف الأساسي المرصود لدى كل منظومة العمل في النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللعيبة، حتى المهندس عادل القيعي في صفقاته اللي عملها واللي إن شاء الله هيعملها هدفها رايح لبطولة أفريقيا وحشتنا كأس العالم. على فكرة كل القلق الناس من عدم تجديد النجمين الكبار عبد الله سعيد واحمد فتحي هو افريقيا. ايوه يعني هو الدوري انت تستطيع باذن الله بالمجموعه، وافريقيا برضو تستطيع، بس ممكن تكون عايزه شويه وقت على ما تقدر تؤهل البدائل اللي عندك بالخبرات اللي موجوده. اثنين من اصحاب الخبره الثقيله جدا، ايوه كابتن عبد الله سعيد وكابتن احمد فتحي. نتمنى بقائهم ويحدث شيء يعني يوصلنا الى يعني ان الناس تستمر في النادي الاهلي، ما يحصلش اي نوع من انواع يعني الخلل يعني. وفي الترتيب الدائم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيسبق البعثه الى الجابون ب 48 ساعه عشان يرتب لاقامه الفريق وتدريباته هناك ان شاء الله. الاهلي سبق ان هو واجه قبل كده فريقين من الجابون، ونزيمبي الجابوني في نزيمبي وسجاره. سجاره الجابوني كان الاهلي بدايته مع الكره الجابونيه سنه 1981 كان بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، لما واجه فريق نزامبي بطل الجابون كان في دور الربع النهائي، فاز الاهلي في القاهره 3-0 وفي الجابون اتعادل 1-1. سجل للاهلي الكابتن محمود الخطيب هدفين والكابتن محمد عباس هدفين. عباس انا نفسي هاتولنا بقى الاجوان دي، الناس طبعا هتشوف تستمتع بجوان الكابتن محمود الخطيب، لكن هتشوف ربما محمد عباس وتتعرف على قدرات هذا اللاعب. ربما كان ده مش الاهداف مش موجوده. موجود الفيديو حبيبي. طب نشوف اهداف الاهلي في نزامبي الجابوني. امال انا مبسوط ليه؟ الناس تشوف لعيب بتسمع عنه. مصطفى عبده اللي بيلعبها عكسيه لبها بشطه، والجول الثاني عباس، الجول الثاني عباس، الجول الثاني محمد عباس. 33 دقيقه اصبحت النتيجه 2 الاهلي 0 موزمبي. الجول الاولاني الخطيب في الدقيقه 31، عباس في الدقيقه 33 لمصطفى عبده. يلا مصطفى بره للخطيب، طوال تنفيذ وشاط، الجول الثالث، الجول الثالث للخطيب. لعيب لعيب لعيب، بص احنا عندنا في العدد الشهري اللي جاي من مجله الاهلي زميلنا محمود شوقي عثر على الكابتن محمد عباس وعمل له حوار. انا شفته في التمرين من 3 ايام. لعيب قوي جدا يعني، حتى في سنه الكبيره دي بتسلم عليه. جسمه زي الحديد يعني. بقول له يا ابني انت خسرتك. انت يعني كان واحد بقول لك عامل حوار فيه اعترافات وفيه كلام مهم جدا، مهم لكل الاجيال. طبعا. لان الحقيقه لاعب كان يستطيع ان يغير خريطه حياته. جورج ويا حاجه جامده جدا جدا جدا، اللي ما شوفوهوش جورج ويا لعيب قوي 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 في سرعته في قوته في مهارته حاجه. كان بوشكاش اما شفته مره كنا هنلعب المصري في بورسعيد، فالماتش اللي قبليه كان في القاهره، فلقيت بوشكاش جاي يتفرج على الاهلي يعني، فبرح حبيبي تعالى انا جاي اتفرج على محمد عباس. عنده اقوى رجل يمين شفتها في حياتي. وبوشكاش ده
ما كانش يملى عينه حد لان ده كان اقوى رجل شمال في العالم مشكش واخد يعني. بالك وقال اوف لعيب وشتم لعيب مش عارف ايه كان منبهر وفعلا جاب هناك جون كسب بيه الاهلي يعني كسبنا 2-1 في لعيب كان حاجه خساره 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 انه اهدر عمره دون ان يصل الى ما كان يمكن ان يحققه محمد عباس درس حقيقي يعني طيب الاهلي كمان كان قابل من الجابون سجارة الجابوني في كاس الكؤوس الافريقيه سنه 86 واجه سجارة بحثا عن اللقب الثالث على التوالي والاحتفاظ بالكاس مدى الحياه فاز الاهلي في الذهاب 3-0 وفي الاياب خسر 2-0 عشان يتوج الاهلي باللقب بمجموع المباراتين سجل ثلاثيه الاهلي طاهر ابو زيد هدفين ومجدي عبد الغني هدف نفكركم بيهم ركعت انا ركعت 10 دقائق والنتيجه لا تزال 0-0 شاطر جول طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد جمبوره قعد الجول على ركبه ودخل الجول الاولاني بعد 10 دقائق على طول عليها مهيب حلوه لمصطفى عبده جميله وبالعرض هو الجول الثاني الاسد كوره حلوه 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 الجول الثاني طاهر ابو زيد بعد 28 دقيقه كوره مرفوعه من مصطفى عبده يحطها طاهر ابو زيد ابو زيد ابو زيد اثنين مجدي حط الجول الثالث الجول الثالث مجدي عبد الغني يبقى الجول الاولاني طاهر ابو زيد في الدقيقه 10 الجول الثاني طاهر ابو زيد في الدقيقه 28 الجول الثالث مجدي عبد الغني من ضربه جزاء في الدقيقه 18 اصبحت النتيجه 3 الاهلي 0 سجارة الملاحظه يا استاذ ابراهيم اتفضل يعني اتفرجنا حوالي على 6 جوان او 8 جوان 3 في 3 3 في 4 يعني حوالي 7 8 جوان مصطفى عبده عمل منهم 5 حاجه مش ممكن ما حصلتش كابتن مصطفى عبده صانع الانتصارات كان له البصمه الكبرى على معظم اهداف النادي الاهلي في وقت ان كان يلعب حاجه كان عجيب جدا ما شفتش واحد بيلعب الكره العرضيه دي في حياتي زي كابتن مصطفى من اي وضع وهو واقف وهو بيجري وهو بيرقص وهو ودائما بيلعبها لفه الموزه الواو دي رايحه الواحد يا دوبك يتعامل معاها طبعا شفت لما بتلاقي الكابتن الخطيب بمهارته المذهله يروح واخدها من فوق دماغ الراجل وعاملها كده حاجات ممتعه يعني لكن مصطفى عبده يستحق التحية. لا وحتى هتلاقي كابتن الخطيب دايما عنده الامتنان لدور الكابتن مصطفى عبده معاه. طبعا. يعني يقول لك انا مدين بالكثير جدا من مصطفى عبده ثم مختار. اللي انا عملته ثم مختار. الحقيقه الاثنين دول طرفين ما حصلوش. بس المجري حاجه ثانيه. المجري حاجه عجيبه. ربنا يديله الصحه دايما ويسعده. طيب ايه منانا ده بقى؟ يعني احنا شفنا نظام بدل لعب مع الاهلي في 81 وفي بطوله 81 الحقيقه الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من تحقيقها لولا اغتيال الرئيس السادات والاهلي كان هيلاعب سطيف الجزائري او شبيبه القبائل وقتها وانسحب الاهلي من السيمي فاينل للظروف السياسيه اللي مرت بها البلاد فضاعت فرصه احراز اللقب مبكرا وسجارة الجابوني في 86 الاهلي توج على حسابه بكاس الكؤوس لكن منانا ده حاجه جديده وحاجه مش قديمه وعشان كده لازم نبقى فيه حذر حذر كمان فاكرين إيه؟ الفتره اللي ابو تريكه يا استاذ ابراهيم اللي لعبناهم ما كسبناهمش تعادلنا 1-1 وخسرنا الثاني 2-0 صحيح جابون السنه اللي ابو تريكه سجل فيها الهدف الاسطوري بتاعه في الصفاقسي
2006 دي الفترة اللي تأسس فيها هذا الفريق منانا الجابوني، يعني حديث العهد جدا، عنده 12 سنة بس، لكنه ظهر سريعا في الكرة الجابونية، وواضح انه عنده امكانيات. ممكن كتير من الأندية في الجابون بتملكها شركات شغالة في الماس وشغالة في الأحجار الكريمة بالذات في هذه المنطقة، فهتلاقي شركات غنية وشركات قوية جدا. هذا الفريق ظهر سريعا، فاز بالدوري السنة اللي فاتت، لعب في السنة الماضية 26 مباراة عشان تشوفوا قوته، في 26 مباراة فاز في 20 مباراة وخسر 3 ماتشات وتعادل 3 مرات، سجل 57 هدف واستقبل 19 هدف، حصل على البطولة ب 63 نقطة. فريق متوازن دفاعا وهجوما. السنة دي لغاية دلوقتي لعب ماتش واحد بس، تعادل فيه مع أوبام 1-1. لازم كل الحذر، وكويس انه الجهاز الفني اشتغل باحترافيه عاليه، واوفد الكابتن سيد معوض يحضر مباراه منانا الجابوني في ملعبه اللي فاز فيها على الفريق البوركيني، عشان تبقى دراسه حقيقيه لهذا الفريق على ارض الواقع ومستواه الحالي ايه. اعتقد لدى الكابتن حسام البدري والجهاز الفني كل الخبره الكافيه. عارف نتائجه ايه كانت مع الوداد؟ التعامل الحذر. السنه اللي فاتت الوداد تاهل على حسابه بضربات الجزاء. يعني ما عرفش يغلبه. ايوه. يعني ما تجاوزوش، يعني خسر واحد تبادل الفوز في كل واحد في ملعبه، بعدين الوداد. بس اكيد بكاري جسامه ما كانش حاكم. بضربات الجزاء. كان لحق. طيب الدور التمهيدي انا قلت لكم نتائجه، لكنه دور ال 32 بقى، اذا كان الاهلي هيلاعب منانا الجابوني بقيه الانديه هتلاعب مين؟ الوداد المغربي هيلاعب ويليام سافيلي الايفواري، والنجم الساحلي التونسي هيلاعب بلاتو يونايتد النيجيري، مازيمب الكونغولي العتيد هيلاعب نيوبار دوسونجو الموزمبيقي، وسان جورج الاثيوبي هيلاعب كامبالا سيتي الاوغندي، الدفاع الحسن الجديدي المغربي اللي جالنا منه وليد ازارو هيلاعب فيتا كلوب الكونغولي بطل الكونغو الديمقراطيه، زيسكو يونايتد الزامبي هيلعب اسك ميموزا الايفواري، اول اغسطس الانجولا هيلعب بيدفست الجنوب افريقي. ده ماتش قوي ده اللي فيها عمرو جمال واللي بعت لنا جونيور اجاييه. اول اغسطس الانجولي قلت لكم هيلعب بيدفست، جورماهيا الكيني هيلعب الترجي، يبقى الترجي مع جورماهيا الكيني. سطيف الجزائري هيسافر يلعب ادوانا ستارز الغاني، يانج افريكانز التنزاني هيلعب تاونشيب رولز البوتسواني، الهلال السوداني هيسافر لتوجو يورو التوجولي، جينيريشن السنغالي اللي اطاح بالمقصه هيسافر يلعب الحريه الغيني في كوناكري، مولوديه العاصمه الجزائري هيلعب مونتاين النيجيري، الجيش الجنبي او زناكو الزامبي اللي هيكسب منهم هيلعب امبابان السوازيلندي، سان داونز الجنوب افريقي هيلاعب يسافر يلاعب راين سبورت الرواندي. دي خريطه دور ال 32 في دوري الابطال. ده الموقف الافريقي، ودي صوره المنافسه والخريطه اللي جايه. الحذر، كل الحذر من مواجهه الفريق الجابوني. ما اعتقدش ان الجهاز الفني محتاج حد يوصيه، لكن ربما احنا محتاجين جوله مع الهجاصين والدجالين وبتوع الترامادول. حاجة ترفيهية كده بسيطة بقى. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. أعتقد الكلام في أفريقيا والكلام في الشد والجذب دمه بيبقى تقيل شوية. طبعا. تطر القعدة. مؤكد الفقرة الأخرانية لازم تبقى ليها. يعني عايز ايه؟ عايز هجاصين ولا دجالين ولا أنا عارف أنت مجهز لي إيه؟ ترامادول. طيب الإدارة في الأهلي والزمالك، كابتن رضا عبد العال يتحدث في ال تي سي، وعشان تقول رضا عبد العال قول رضا عبد العال وكفى، مش محتاج عناوين، قول تعالوا نسمع الكابتن رضا عبد العال. كذا مره انت بتسالني انت اهلاوي ولا زملكاوي، بقول لك زملكاوي. هي دي كلمه
زملكاوي وصاحب الفضل عليا نادي الزمالك، وهفضل لغايه ما اموت ولا بقرب من نادي الزمالك عشان امسك، ولا بقرب من نادي الاهلي عشان ولا همسك ده ولا همسك ده. بس دي كلمه حق بتتقال. جمهور الزمالك وانت تعلم ذلك كان في مدربين بييجوا ما يلعبونيش، جمهور الزمالك اللي يقف في ظهري وكان بيلاعبني ويفرضني على التخين. حصل؟ حصل. في النادي الاهلي جمهوره بيحبني جدا، بس كلام الاداره رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، بدليل طرب الزيت وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومحمود صالح. تمام. هو هنا يتحدث عن فرق بين ال ودي له نقطة الإدارات. دي يعني بيقول لك جمهور الزمالك كان بيفرضني على أي حد. الإدارة تستجيب، لكن في الأهلي لا، بدليل إن أهلي ماشى طرب وزيد وعلى ميهوب ومحمود صالح وربيع لما شعر إن مصلحة الفريق في اعتزاله. فده أحد الفوارق اللي بتبين الاحترافية الإدارة وإنها بتواجه المشاكل بقوة وشجاعة يعني. طيب كابتن رضا كمان يتكلم عن قصة حقيقية مع الدجالين، نشوف. انا اقول لك واقعه بسيطه اللي حصلت معايا جد. والله العظيم وحياه ولادي حصلت بجد. اتفضل. اداره كاداره كان في الاتحاد، كان صاحبي جدا وكان من الصعيد في اتحاد الكوره. اتصل بيا مره وقال لي ايه، هعدي عليك نتغدى مع بعض وهروح انا وانت مشوار. قلت له ماشي. كنت انا بطلت كوره. تمام. واخد بالك؟ بطلت كوره بقالي سنتين بالظبط. تمام. فنزل واتغدينا ورحنا في حته جنب مستشفى اليوبلس. انا ما اعرفش احنا رايحين فين بقى. اتغدينا ويلا بقى نروح المشوار. قلت له يلا. دخلنا لقيناه بيرن الجرس في دور ارضي. فالراجل قام جاي قال له ايه، اتفضل يا حاج فلان. واخد بالك؟ فدخلت. قال له ايه تاني؟ اتفضل يا حاج فلان. تمام اتفضل. فطبعا الباب اتفتح ودخلنا. اوله قف؟ لا. ودخلنا مشينا في الشقه، قال لك خش شمال. دخلنا شمال، دخلنا على اوضته لقيناه قاعد وفارس سجاده صغيره كده، ولقيناه ايه، واحد لابس جلابيه وسفيف ورفيع يعني قريب من الكاس، من احمد الكاس. طيب شكله بالظبط. وبس التاني كمان اخس كمان من الكاس. تمام. فهو قاعد ايه على كان ايه ساجد يعني. فقعدنا جنبه، فانا ما اعرفش مين ده، فالتاني سلم عليه وبس دماغه وبس كتفه ويطبطب عليه وبتاع. فقال له كان في ماتش شغال. كان ساعتها الفرقه اللي هي المعادن بتاعت المعادن بتلاعب فرقه اسمها جولدي. كان اسمها جولدي. المعادن كان ساعتها المعادن. وبيلعبوا فرقه على اللي هيصعد. كان في ملعب اسكو. والله ما فاكر، انا فاكر يعني بس الواقعه دي. كان جولدي كان محمد صلاح المدير الفني. لا ما اعتقدش. كان المعادن باي يا هو يا ربيع ياسين. تمام. كان واحد من الاثنين. فالمهم ايه، فطبعا قعدنا نتكلم شويه والماتش شغال. فجاب السيره وقال لك ايه، ان الفريق اللي هو ضد المعادن مديله فلوس عشان ان هو يصعدهم، لان هو عارف ان المعادن كانت بالحكام. فالراجل رئيس النادي ده جاله واداله فلوس وقال له انا عايز اكسب الماتش ده، كسبت الماتش ده هصعد. واخد بالك؟ فوقف كده على التلفزيون قاعد يقول حاجات. انت بتتكلم بجد والله؟ اقسم بالله. وقف على التلفزيون على الشاشه. شغال. وقال لك، قال لك ان انا هكسب الفرقه دي دلوقتي. عمل ايه بقى؟ قعد بقى يقول حاجات كده، ايده على التلفزيون. وعمال يقول حاجات وعمال مغمض والكلام ده. فجاه المعادن جاب جونين. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم هذا حصل. يعني هو عايز يكسب الفرقه الثانيه اللي ضد المعادن. ضد المعادن مش فاكر كان هو إيه. قعد يقرا. راح المعادن جاب جونين. جاب جونين. ايه العظمه؟ اقسم بالله زي ما بقول لك. لا استنى بس. فطبعا ايه، فبيقول لك ايه رايكم؟ فطبعا الراجل اللي معايا طبعا متيم بيه. بركاتك يا حاج، بركاتك يا شيخنا، مش عارف. قلت له ده انت قلت ان الفرقه دي اللي هتكسب، مش الفرقه دي. قال لك يبقى انا عملت التعويذه غلط. الشوط الثاني وكان كان فاضل خمس دقايق. قال لك الشوط الثاني ان شاء الله هنعمل التعويذه الثانيه هيكسبوا 3-2. وهو اصلا الماتش كان فاضل له خمس دقايق وانتهى. يا نهار ابيض. اقسم بالله هذا حصل قدامي. فانا طبعا بعد ما خرجت. والثاني لسه مقتنع؟ مقتنع، ده الثاني بيقول لي لازم تروح له، هيرجعك تلعب كوره ثاني. قلت له حظ الله بيني وبين الكوره. بس انت قلت حاجه خطيره جدا. ممكن رضا يعني. كابتن رضا ده مش حل. لا حاجة جميلة جدا الحقيقة، مش ممكن. طيب كمان رضا عبد العال بيسمي لاعب خد ترامادول، نشوفه.
طيب يبدو انه الجهاز هو اللي خد ترامادول. ولا الراجل قرا التعويذه علينا احنا. يا شوارب طب تاثير الترامادول راح ولا لسه؟ طب فك كان عندي ماتش كنا نلعب الاولمبي كنت ماسك نابارو تمام وكان عندي واحد استاذ ترامادول لعيب في الفرقه استاذ في الفرقه كان عندي لعيب كان كابتن رضا عارفه مش شبيه شبيه بيا كده يعني كورته حلوه قوي وكان اسمه حماده الدمنهوري والتاني كان اسمه بدير كان لعيب في المنصوره بدير ده كان استاذ ياخد فطبعا حماده ملوش في الكلام ده بدير الكبير بدير الصغير الصغير بدير الشربين دي بقى حقيقيه وبقولها على الهوا فرايحين يلعب الاولمبي فقال له حماده انت عايز تبقى زي الحصان بكره قال له هتاخد واحده من دي حماده خدها انت عارف اللي هو شارب مثلا 100 ازازه خمره لا والله والله بقى ياخد الكره ويطلع بيها بره لان مش واخد على كده تمام الحقيقه كابتن رضا لكن سيبك بقى من المفارقات وخفه الدم والكلام اراءه التي تثير الجدل تعالوا شوف رايه مثلا رايه ايه في مورينيو المفروض انه واحد من افضل مدربي العالم كل واحد يتكلم عن الكوره يكون لعب كوره بالظبط كده طب تسمع عن واحد اسمه مورينيو مورينيو ده مدرب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ده اكبر هجص وقبل كده كان تشيلسي وقبل كده كان مين كان ريال مدريد ده اكبر صاحب الالقاب الرهيبه في العالم وعمره ما لعب كوره ما يفهمش في الكوره مورينيو يا كابتن ليه بقى شوف انت بتتكلم هو ما لعبش كوره ما عندوش الاحساء هو كان معاه احسن فرقه في العالم ريال مدريد برشلونه كانت بتديهم على دماغهم ليه لان هو ما لعبش كوره ما يعرفش حاله اللعيب يوم الماتش ايه هو بص هو حافظ يا استاذ معتز حافظ مش فاهم طبعا لان ما لعبش يعني موريلي وحش طبعا برضو طبعا يعني انت مثلا لما هتيجي تقارن بجوارديولا ولا مورينيو يعني عنده سي في طويله عريضه احنا هنخالف التاريخ استاذ معتز هو بيروح على فرق بتجيب له لبن العصفور انا عايز الاستاذ معتز وعايز ده بيجيب له 7-8 لعيبه احسن لعيبه في العالم لا ده انا شكلي هراهنك بقى ومش مهم الشاشه تاخد الاستوديو كله ده انا هراهنك بقى على مورينيو ده طيب هو يعني رضا عبد العال لعيب كان موهوب له طبع خاص جدا في الكرة لعيب منحاز جدا للمهارة هو ممتع في لعبه في كلامه في شخصيته فبالتالي واضح انه قياساته رايحة للمهارة العالية حتى هو ما بيقارن بين مورينو وجراديولا شايف جراديولا عشان بيلعب كرة ممتعة في حتة تانية هل هتقارن ده بده ده حافظ ده مش بالظبط وانحيازاته للمهارة حتى لما سئل في الحوار ده نفسه مع معتز الدمرداش ماذا لو محمد صلاح اصيب؟ قال له انا رشدي يبقى ما نروحش. قال له ما نروحش نروح نعمل ايه؟ لا لا هو انا شفت له برضه مره راي فبقول له التدريب ده هاكس قال له كلنا هجاصين وانا منهم. قال له انت بتصدق؟ انت بتصدق الكلام بتاعك ده يعني هو بس احنا دلوقتي احنا كنا بنتكلم إن تم احتواء أو تم اعتذار أو تم معالجة الكلام اللي ما كان ينبغي أن يتصرع فيه الأستاذ إبراهيم فايق ويقول ويبدو إن هو يعني أدرك هذا وعايزين الناس برضه على فكرة يا جماعة برضه خلي بالكم نقطة بس على ذكر الرياضة فوز وهزيمة الرياضة لكن أيضا تسامح إذا كان هناك إنسان أدرك أنه عمل شيء لا ينبغي ان هو كان يعني يتمادى فيه وعايز يتراجع عنه بلاش القرص بقى خلاص يعني نعتبر الامور انتهت عند هذا الحد خصوصا ان الكابتن السيد قال لنا هذا الكلام نفسه يعني هو قبل ما قدمه من تفسير اسمعوا معانا الاستاذ ابراهيم فايق بيقول قبل ما نسمع في تليفونات ناخدها سريعا قبل ما نسمع الفيديو ماشي هو يعني انا بس قبل ما نبعد شويه على موضوع الترامادول لانه
فكره الترامادول والسحر، الدوري المصري مليان شعوذه وترامادول وترامادول بجد يعني للاسف في مدربين شغالين مع دجالين وسحرة بشكل غير عادي جدا، وبيعتقدوا فيهم وبيروحوا لهم وبيجيبوهم تفاصيل لو اتقالت الناس هتتكسف تنزل الملعب. يا جماعه ما يصحش كده. لو المساله بهذا الشكل من النصب والدجل كانوا الدجالين والدول الافريقيه اللي بتعتمد السحرة راحت كاس عالم وخدت كاس عالم. مش معقوله كده ارجوكم في القرن ال21 وتصدروا هذه المعاني للعبتكم. وبعدين لا انا بتستفزني جمله ما هو السحر موجود في القران، وكأن ده في حد ذاته تسليم بالاستعانه به. طيب ما هو في القران وما هم معنى الايه وما هم مضرين به احد الا باذن الله. يعني في النهايه الامر كله موكول الى اذن الله سبحانه وتعالى، مش لمجرد انه موجوده هذه القوى الخفيه فبقى ده سلاح خفي. لا، في الاخر مرجعها الى انه لن لا هيضره ولا هيفيده الا باذن الله. باذن الله هذا مقرون بالعمل. مش معقولة نغيب العمل ونغيب العقل ونغيب العلم ونركز في الشعوذة. وضع عذر لعيبة النا لما تقوم تقول لك اصل معمول لنا سحر. بقول لك يا عم هيجيبوا جون ازاي؟ والله الشبكة كانت مقفولة. مقفولة، يقول لك هتدخل ازاي ده مقفولة. ما علينا. احنا بس عشان طيب محمود من المنزلة سريعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كابتن ابراهيم وباشمهندس عادلي بحييكم تحيه كبيره جدا. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. يعني هقول يعني رسالات سريعه علشان خاطر وقت حضراتكم يعني. اتفضل. فالحاجه الاولانيه طبعا بهني كل الدوائر الرياضيه والاهلاويه وغير الاهلاويه بنجاح الكابتن محمود الخطيب، لان انا والله بتصل من ايام الانتخابات. ايوه والله بتصل بس مش عارفه النمره تجمع معايا خالص. انما انا بهني كل الدوائر الرياضيه مش في مصر ولا في افريقيا، في العالم كله، وبقول لهم حطوا عنيكوا على الاهلي وقت قياده الكابتن محمود الخطيب هتشوفوا الاهلي رايح فين ان شاء الله. عشان الفتره بتاعته هتكون محل دراسه لكل الدوائر الرياضيه. دي واحدة إن شاء الله. الرسالة الثانية يا بشرات يا محترمين، إنه الكابتن عادلي والكابتن إبراهيم الأمين أو الأهلاوية الأمين من ردود أفعال بعض الصحفيين على النادي الأهلي. هو طبعًا إحنا مش هنقدر نألف بين جميع القلوب على النادي الأهلي، وربنا قال كده لو ألفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم يعني. فإنما أنا عايز أقول رسالة للحاقد وللحاسد. الشاعر بيقول اصبر على الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. دي الرسالة الثانية. آخر رسالة بقى بعد إذن حضرتك، وهي الأهم للقيمة والقامة الكبيرة الكابتن عادلي. الكابتن عادلي قيمة وقامة كبيرة في النادي الأهلي، يجب إن احنا نستغله أو هذا الجيل يستغله أحسن استغلال. إزاي؟ حضرتك يا كابتن عادلي. ايوه قول لي والنبي استغله ازاي يا استاذ محمود؟ قول لي. ايوه والنبي عشان خاطر الله يرضى عليك، دي رساله في منتهى الاهميه. قول. يا كابتن عادلي يا محترم يا كبير قوي، تذكر برنامج شاهد على العصر اللي كان بيجي في الراديو بتاع عمر بطيشه؟ حضرتك انت دلوقتي بمثابه شاهد على العصر، او بمعنى اصح شاهد على الاهلي. عملت صفقات كبرى كبيره وزنت ميزان الاهلي لفترات طويله جدا، والخبرات الكبيره اللي حضرتك اتعاقدت معاها وعملت الصفقات بتاعتها صنعت جزء كبير من تاريخ الاهلي. ليه حضرتك بقى ما تعمل لناش برنامج كمان كده ما يكونش بقى شاهد على العصر، شاهد على الاهلي، تقول لنا فيه الصفقات الكبيره دي، لان الناس دي جزء من التاريخ بتاع الاهلي. شكلك يا محمود بتتجسس على دماغتنا احنا. لا والله انا بقول اللي في قلبي واللي على لساني. اصل الاهلاويه قلوبهم على قلب بعض كلهم يا كابتن. تمام هتلاقي حاجه كده قلوبهم فيه الفه بينها يعني. هتلاقي ان شاء الله حاجه زي كده يا محمود. ايوه عايز برنامج شاهد على الاهلي. شكرا جزيلا. يتولاه نفس الثنائي اللي موجود قدامي دلوقتي ان شاء الله يا استاذ محمود. اشكرك. ايوه لان الصفقات دي صنعت تاريخ الاهلي، واحنا عايزين نوثق هذا التاريخ ان شاء الله. شكرا. طيب انت كنت طلبت من فريق الاعداد والحقيقه مشكورين في متابعه انيه لبقيه القنوات. الزميل العزيز ابراهيم فايق
في توضيح للموقف اللي حصل امبارح، لانه تلاحظ ليه ولكل الناس هو مستغرب منه، بس انه يعني بقى في رد فعل شديد جدا بين الجماهير، وفي حاله من الغضب تجاه اللي حصل امبارح. الراجل حب يوضح موقفه في برنامجه النهارده، هنسمع الزميل ابراهيم فايق قال ايه، وبدعو كل الجماهير مع هذا الموقف، لانه التوضيح بهذا الشكل دي فضيله، لازم ابدا المسافات بين الناس تتقارب مش تتباعد، خاصه لما يكون حد في مهنته بيراعي قيم معينه. اذا حدث شطط في لحظه ما او في موقف ما، مفيش مشكله انه التراجع والعدول عن الخطا في حد ذاته فضيله كبيره. نسمع ابراهيم فايق في توضيح موقفه تجاه الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده. الاستوديو عندي تعقيب مهم جدا. امبارح انا كنت بتكلم فيما يتعلق بتجديد الثنائي عبد الله السعيد واحمد فتحي، علشان يبقى الامر واضح ولهوات يعني ايه الاصطياد في الماء العكر زي ما بيتقال. ستظل علاقتنا بالنادي الاهلي، علاقتي انا بشكل شخصي مع النادي الاهلي، فوق اي مزايده من المزايدات. لما بنتكلم في موضوع، والموضوع اللي اتكلمت فيه امبارح تحديدا يعني، هو ما فيهوش اي مواقف شخصيه، بل بالعكس انا انتقدت وضع، ما انتقدتش شخص ولا قللت من قيمته. انا اللي قلت بشخصي كابتن سيد عبد الحفيظ افضل مدير كره، انا اللي قلت ده محدش تاني. وبالتالي لما يكون عندي نقد معين لكابتن سيد عبد الحفيظ في ملف معين، فهو ده المقصود بيه، الملف المعين، مش لا يعول الامر كله او لا يرد الامر كله على كابتن سيد عبد الحفيظ. نحترم كل الناس، نقدر كل الناس، نحترم النادي الاهلي جدا 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 وجماهير النادي الاهلي، ويبقى الود وما بقي الاحترام. يعني اعتقد وانا اعتقد يعني ان هو كمل، بس يمكن الوقت مش هيسعفنا ونجيب بقيه لكن الناس تابعت. يعني المقصود من الاخر كده انه شعر ان كلامه لا انا لم يكن موفق خلاص. ايوه بالظبط. اتنين انه يعني اصاب من حيث لا يريد ان يصيب شخصا هو بيحبه زي كابتن سيد. يعني هو احنا يعني انا ساعات اقول ايه، اذا لم اتمالك نفسي ملكتني. حلوه دي، ها حلوه. في اللحظه اللي تملكني نفسي فيها، اذا لم اتمالك نفسي ملكتني. اذا ملكتني نفسي، الصح بقى والعقل بقى والفضيله بقى ان انا بسرعه ارجع لها واغلبها. لان الغايه من الرياضه استاذ ابراهيم الا تنتصر على المنافس، تنتصر على نفسك. صحيح. فاعتقد ان نحط الامور في نطاقها، واعتقد ان الكابتن سيد تفهم هذا الامر وقبله، لانك انت اتصلت بيه برضه، عندك تحب ان نعمل توضيح. أنا قال لك خلاص الموضوع كده خلص. انا كمان في الجزئيه بتاعت دور وجهود الكابتن سيد عبد الحفيظ بره الاطار وبره السياق. هو كابتن سيد عبد الحفيظ اطلاعه بتجديد عقود اللاعبين ده جزء من مهام عمله، مش لا تطوع ولا اسناد ولا تكليف ولا تفويض، ده جزء من مهام عمله. يجوز انه في ظرف ما كان المهندس عادل القيعي وهو مدير تسويق قبل كده كان بيساعد وينجز مهام التجديد للاعبين، بس ما هو الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي جدد لوليد سليمان، واللي جدد لحسام عاشور، واللي جدد لشريف اكرامي، واللي جدد لعبد الله السعيد المره اللي فاتت. يعني هو يعني الكابتن سيد على فكره ما فيش نجاح مدير كوره جديد استاذ ابراهيم. اه لعيب مش عايز يجدد، ايه الفشل فيها؟ صحيح. ما يعني هو ما هي مرتبطه، ما بقول لك انا ظروف النادي عندنا ان انا المخصص لهذا الامر رقم كذا، انت عايز اكتر، انت عندك عرض اكبر، انت ليك رؤيه ووجهه نظر ثانيه. لا يمكن لا نجاح ليا ان انا هغصبك، ولا فشل ليا ان انت تصر على موقفك. الجزئيه ديت بره نطاق التقييم، لكن المؤكد انه كابتن سيد عبد الحفيظ مع الكابتن حسام البدري ثنائي في غايه التناغم والاحترام والتقدير، ودي مساله مهمه جدا. مدير الكره في النادي الاهلي يا جماعه ده الكرسي اللي قاعد عليه مختار التتش، وكابتن صالح، كابتن حسن حمدي، وكابتن طارق سليم، وكابتن ثابت البطل، وكابتن محمد رمضان، وكابتن هادي خشب، وكابتن سيد عبد الحفيظ، ارجو ان انا ما اكونش نسيت حد، وكابتن صلاح حسني قبل كده. كل قيادات الكوره في تاريخ النادي الاهلي حاجه تقيله قوي كمدير كوره. تقريبا رئيس النادي لكره القدم، اللائحه والسلطات بتدي له الحق في انجاز كل شيء.
علاقته بالمدير الفني دي مسألة أساسية، لكن سيد عبد الحفيظ وهو لاعب من اللعيبة اللي اتمرنوا تحت إيدين حسام البدر المدير الفني، تعالوا شوفوا إيه التناغم وإيه الاحترام وإيه التقدير اللي بينهم. الأهلي نجاحاته اللي حققها ما كانتش أبدا ممكن تحصل لا يمكن إلا بدون هذا التناغم وهذه الروح وهذا الحب. على أي حال، على أي حال، فلتكن دعوانا جميعا لكل من نحبهم، وهذا ما أفعله، اللهم قيني شر نفسي، اللهم قيني شر نفسي، لأن إذا ما خدناش بالنا واعتبرنا أن احنا في مركز قوة في اتجاه الشاشة أو الميكروفون أو القلم، يبقى احنا بنظلم نفسنا وبنظلم الآخرين. دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.